طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا شباب هنبتدي في سيكشن ايه، في يونت 8، اخر يونت معانا في سيكشن بي. تمام. اليونت ده يونت ظريف كده ولذيذ، هو مشكلته ان هو كله نظري، بس النظري بتاعه كده في الخفيف، يعني مش نظري رخم يعني. تمام. انا حبيت ابتدي لكم بالحاجه اللي النظري بتاعها خفيف شويه، اللي احنا هنبتدي بايه. انا زي ما قلت لكم اللي احنا هناخد ان شاء الله النهارده اول 3 سب يونتس، الميرج والاكوزيشن والانترناشونال تريد والاكسشينج ريت سيستم اند كالكوليشن. تمام. تعال قبل ما نخش كده في الموضوع دوت، عايزين نفتكر حاجه كده خدناها زمان في الجامعه في الاقتصاد. فاكرين زمان لما بيقول لك ان العمله كانت بتتربط بالذهب؟ فاكرين الكلام دوت ولا لا؟ فاكرين الغطاء النقدي، الغطاء النقدي بالظبط الغطاء كده. المعدني. المهم قال لك ان الموضوع دوت من سنه 1876 لغايه سنه 1913 كده، كان الموضوع ان ايه، كان في غطاء نقدي ذهب للايه، للعمله. تمام. بعد الحرب العالميه الاولى ما خلصت والكلام ده، او اثناء الحرب العالميه الاولى، وقف غطاء النقدي بتاع الذهب دوت. وبعد كده عملوا قناع، بعد كده الدول الحلفاء عملوا قناع سنه 1944، واتفقوا ان ايه، ان الدولار هو اللي هيضمن الايه، العملات الثانيه. تمام. هيربطوا عملتهم بالدولار، ومقابل ده هيبقى الدولار مربوط بمبلغ بحاجه او كوانتيتي معينه من الايه، من الذهب. تمام. المهم وقال لك ان هيبقى في فلكتوين بحوالي 1% بلس او ماينس. تمام. بعد كده، بعد يعني شويه كده، بعد حوالي 25 سنه تقريبا، الموضوع ده من فيه ريتشارد نيكسون قال لك ايه، لا يا باشا احنا ايه، مالناش دعوه، وامريكا ايه، خلعت من الموضوع دوت. تمام. وقال لك لا، احنا مش هنطبق الكلام. النظام القديم ده كان اسمه ايه، فيكسد اكسشينج ريت، اللي انت او بيجد اكسشينج ريت، اللي انت بتربط عملتك بحاجه معينه. تمام. اللي هو مثلا الغطاء النقدي كان ساعتها الذهب. حلو كده. فقال لا، احنا هنخلي فلوتنج. تمام. الكلام ده كان سنه 1900 تقريبا، 71 او 73. تمام. وسعر العمله هيتحدد بناء على الايه، على السبلاي اند ديماند اللي موجود على العمله بتاعتنا في الماركت. حلو. طبقا لقانون الايه، العرض ايه والطلب. حلو كده. طيب، يعني خلينا نقول مثلا ان لغايه نص القرن العشرين كده كان الموضوع ماشي بالفيكسد ايه، اكسشينج ريت. تمام. بعد كده في النص الثاني بدأ نشتغل بحاجه اسمها فلوتنج ايه، اكسشينج ريت، اللي هو التعويم. حلو. دي كده مقدمه كده عن الموضوع. تعال نخش بقى في الايه، في الموضوع الايه اللي في الهاند اوت. طيب، عايز اكد معاكم على نقطه. طيب، في النظام، في الواقع اللي احنا فيه دلوقتي، الفلوتنج او المانجنج فلوتنج اكسشينج ريت دوت، هل الذهب بيمثل لنا ايه في الفتره دي؟ الذهب بيمثل سلعه زي اي سلعه. تمام. سعرها بيزيد او بيقل بناء على السبلاي او الديماند، صح كده ولا مش صح؟ هل في عمله مربوطه بالذهب دلوقتي؟ لا، مفيش. طيب، تعال نبتدي بقى. بسم الله. طيب، يقول لك في international exchanges to occur بيبقى two currencies involved must be easily convertible to some a exchange rate. يعني انا عشان خاطر اعمل international exchange rate، انا عندي مثلا الواحد دولار بيساوي 15 جنيه مثلا يعني. حلو كده. طيب، الاكسشينج ريت ايه هو؟ قال لك از ذا برايس اوف وان كانتريز كرنسي، اللي هو مثلا الدولار، ان تيرم اوف انذر كانتري كرنسي، اللي هو مثلا ايه، الجنيه المصري. يعني سعر الدولار، 1 دولار بيساوي 15 جنيه. طيب، عندنا في كام نظام موجودين؟ قال لك there are four main ways in which the exchange rate between two currencies may be determined. كام نظام عندنا يا شباب؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ لسه في اول محاضره. اربعه. تمام. طيب، اول نظام عندنا اللي هو الفيكسد اكسشينج ريت، اللي هو زي ما موجود عندكم في السعوديه كده، الدولار ب 3 ريال 75، صح كده؟ بيتغير؟ لا، هي لا.
دولة مثبتة سعر الدولار ب 3 ريال 75، ممكن يطلع وينزل بشوية هلالات كده كل 100 سنة مرة، صح ولا لأ؟ مظبوط. فهنا in which the exchange rate is set by government، مين اللي حاطط السعر ده؟ الجفرنمنت، تمام كده؟ الحكومة اللي مثبتة سعر الريال أو الدولار بيساوي 3 ريال 75، تمام؟ طيب في نظام تاني اللي هو الفلوتنج بقى التعويم، في منها اتنين، حاجه اسمها فيرلي فلوتنج او كلين فلوتنج اكسشينج ريت، او المانج او الديرتي فلوت اكسشينج ريت، تمام. طب النظام الاولاني دوت انت بتسيب العمله بتاعتك خلاص، بتسيبها منها لنفسها كده، تمام، والسعر بتاعها بيتحدد على اساس السبلاي اند ديماند والديماند اللي موجود في السوق. فهنا in which exchange rate is determined by supply and demand for the currencies in the market، تمام. طيب المانجد او الديرتي فلوت اكسشينج ريت هو نفس الفيرلي فلوتنج او الكلين فلوتنج اكسشينج ريت، بس بتيجي الحكومه بتتدخل في وقت معين عن طريق البنك المركزي عشان تثبت العمله عند ريت معين، يعني هي عامله رومينج معينه كده العمله بتتحرك فيها، لما بتخرج عن الدايركشن دوت الحكومه بتتدخل عشان ترجعها تاني. فقال لك in which the market generally determines the exchange rate، السوق هو اللي بيحدد سعر الصرف، تمام. بس في بعض الاوقات الحكومه ممكن تتدخل في السوق to move the exchange rate of their currency in the direction they would like to move، في اتجاه اللي هي عايزاه يبقى ايه فيه. طيب النظام الثالث البيجد اكسشينج ريت، اللي انت بتربط عملتك مع عمله ثانيه، يعني انا اربط عملتي مثلا مع الدولار، اقول انا هثبت عملتي 1 دولار بيساوي 15 جنيه، فيجي الدولار يطلع مع قصاد العملات الثانيه فعملتي تطلع، يجي الدولار ينزل فعملتي ايه تنزل. ففي النظام ده بيقول لك in which government fixes the exchange rate of its currency to the currency of another country، وممكن الكلام ده تربطه مع currency بتاعت another country زي الدولار، او ممكن يبقى باسكت اوف كرنسي، مجموعه من العملات انت رابط نفسك ايه بيهم، تمام. وزي ما اتفقنا ان الاكسشينج ريت كان رايح في الاول القرن العشرين ناحيه ايه؟ الفيكسد ريت ان ذا فيرست هاف اوف ايه؟ من القرن العشرين 20th century، تمام. طب وبعد كده بقى فليكسبل او فلوتنج ريت اتحول ليها، بقى ماشي بايه في النص التاني، تمام كده. طيب نتكلم تاني بقى بشكل اوسع شويه عن الايه الاربع انظمه اللي احنا اتكلمنا عليهم. اول نظام اتفقنا عليه ان هو اسمه ايه؟ فيكسد اكسشينج ريت سيستم. طيب ان فيكسد اكسشينج ريت سيستم ذا فاليو اوف كانتريز كرنسي ان ريليشن تو انذر كانتري كرنسي از ايذر فيكسد اور الاود تو فلكتويت اونلي ويز فيري نارو رينج، نفس الكلام اللي احنا قلناه ايه في السلايدز اللي فات، حلو. طيب طب ايه السيجنيفيكانت ادفانتج بتاعت الفيكسد اكسشينج ريت؟ مين يعني انت كده ممكن تتخيل، انت كراجل مثلا عايز تعمل انترناشونال تريد مع شركه موجوده في السعوديه، ايه الادفانتج اللي موجوده بالنسبه لك؟ ده سؤال. السعر مش هيتغير كل شويه. بالظبط كده، السعر مش هيتغير شويه، فانت ما عندكش الخطر الريسك اللي هيجي لك، اللي انت يبقى عندك فلكتويشن في سعر العمله، العمله تزيد فانت مثلا لو انت او تقل، لو انت بتصدر الدوله دي وهتاخد فلوسك سي مثلا بالريال مش هتتضر، تمام، هتتضر ساعتها يا رب، تمام. فقال لك ايه الادفانتج هنا في الفيكسد اكسشينج ريت ذات ات ميكس فور ا هاي ديجري اوف بريدكتابيلتي ان انترناشونال تريد، ليه؟ لان هو بيعمل اليمينيت للانسرتينيتي اباوت الجين او اللوس اللي بيجي من الاكسشينج ريت فلكتويشن، ده بيتعمل له اليمينيت لان كده كده ايه سعرها ثابت. طب الديس ادفانتج بتاعته ان الحكومه ممكن تتدخل وتعمل مانيبيليت للفاليو بتاعت الكرنسي بتاعتها، زي ما كان بيحصل عندنا في مصر كده قبل التعويم، كان يقول لك الدولار ب 7 جنيه 85 قرش، طب عايزين دولارات مفيش دولارات، تطلع تشتري من السوق بكام؟ ب 20 جنيه، صح كده؟ طيب الكلين بقى فلوتنج اكسشينج ريت سيستم بقى، قال لك ان فيرلي فلوتنج اكسشينج ريت سيستم الجفرمنت ستيب سايد، بتقف على جنب مالهاش دعوه، اند الاو اكسشينج ريت تو ديتيرمين انتايرلي باي ذا ماركت فورسز اوف سبلاي اند ديماند، الحكومه ما بتتدخلش خالص، ومين اللي بيتحكم في السبلاي ومين اللي بيتحكم في سعر العمله يا شباب؟
السبلاي والديماند. تمام. هنا بكتب لك نوت انا باكد عليك، بقول لك in the modern international monetary system the present system is based upon a fairly floating or managed floating a currency exchange rate. تمام. فطب نتيجه لكده ان الجولد is treated كايه؟ كوموديتي، بضاعه، سلعه زي اي سلعه موجوده عندنا. البرايس بتاعه بيتحدد بناء على الايه؟ على السبلاي والايه؟ والديماند، صح؟ ده ما عادش غطاء دلوقتي، صح ولا مش صح؟ تمام؟ يلا بينا. الاكسشينج ريت بيتحدد بناء على ايه؟ بتاع الكرنسي. سي. تمام. حد مش سامع الصوت كويس يا شباب؟ عشان محمود بيشتكي من الصوت. ده تمام واضح. انا عندي تمام. ما انت تلاقي في خلاص هقول لك لما توقف التسجيل. ما ينفعش اكلمك تاني على الصوت يا استاذ محمد. انا مش عارف اعمل لكم ايه تاني يعني. انت بقيت ملك الانترنت دلوقتي. يلا. طيب يبقى الاجابه عندنا هتبقى ايه؟ سي. تمام. طب السؤال الثاني. What is the role of gold in the present international monetary system؟ سي. تمام. تمام. انت يا اسطى من ساعة ما الامتحان قرب وانت ما شاء الله بقيت وحش يعني. احنا سيبنا براحته يا ريس، ناخد المحاضره شمال مين براحته. تمام. الدهب زيه سلعه زي اي سلعه موجوده عندنا، صح ولا مش صح؟ صح. طيب تعالى نخش على الحاجه النظام الثالث عندنا اللي هو المانجد فلوت اور ديرتي فلوت اكسشينج ريت ايه سيستم. طيب ايه اللي بيحصل في النظام ده؟ قال لك المانج فلوت اكسشينج ريت سيستم الجفرمنت allow market forces to determine exchange rate زيه زي الفلوتينج العادي. تمام. لغايه ايه بقى؟ قال لك until they move too far in one direction or another. هم حاطين له كده ويتحرك في الحته دي كده. تمام. طلع بره هنا يروحوا مرجعينه تاني، طلع بره هنا يروحوا مرجعينه ايه؟ تاني. تمام. فساعتها نفترض ان الاكسشينج ريت خرج عن الدايركشن اللي هم عايزينه، ساعتها الجفرمنت بتتدخل عن طريق السنترال بنك بتاعها will then intervene to maintain the currency within the broad range considered appropriate. بتحطه في الرينج اللي هي شايفاه ايه مناسب. تمام. يبقى تاني الفرق بين المانج فلوتنج تمام والفلوتنج العادي الفير فلوتنج او الكلين فلوتنج يا شباب، الفرق انه ده الحكومه بتتدخل فيه عشان ترجع الريت، الثاني المفروض فلوتنج 100%. بالظبط كده، في رينج معين او دايركشن معين لما الاكسشينج ريت بيخرج عنه الحكومه بتتدخل عشان ترجعه ايه تاني ليه. تمام. طيب this system is the one currently is used by major industrialized and trading nations. يبقى السيستم ده مين اكتر، مين الناس اللي بتستخدمه دلوقتي؟ الاندستريلايزد والتريدنج نيشنز. تمام. مهمه جدا الحته دي. مين اللي بيستخدم النظام المانج فلوتنج؟ مين؟ الميجر اندستريلايزد اند تريدنج نيشنز. طيب الادفانتج اوف مانج فلوت از ذات هاز ماركت ريسبونس نيتشر اوف فيرلي فلوتنج، يعني عنده المزايا بتاعت الفيرلي فلوتنج، ماركت ريسبونس بتاعت الفيرلي فلوتنج سيستم while still allowing for government intervention when necessary. وستيل برضو الحكومه بتتدخل لما يبقى ايه ضروري. طيب ايه الانتقادات اللي بتتوجه ليه؟ قال لك is that it makes exporting countries، ماشي، الدول اللي هي اللي بتصدر، الدول اللي انت بتصدر لك exporting countries عرضه to sudden change in exchange rate and lack، وبيعمل لك في السيلف كوركتنج ميكانيزم للايه بتاع الفيرلي فلوتنج ايه سيستم. تمام. يبقى النقد اللي هو متوجه ليه
حاجتين. الحاجه الاولانيه ان دول الاكسبورتنج كونتريز دي بتبقى عرضه للتغير المفاجئ في سعر الصرف بتاعها، وبيخلي فيه لاك للسيلف كوريكتنج ميكانيزم ايه اللي موجود في الفيرلي فلوتنج سيستم. تمام، كاتب لك هنا نوت تاني بقول لك الاندستريلايزد اند تريدنج نيشن بتيوز دي الايه المانجد فلوت اللي هو اندر ذا مانجد فلوت سيستم ذا اكسشينج ريت ار ديتيرميند باي ذا ماركت زي الفلوتنج برضو، بط ايه الجوفرنمنت اولسو سيلز اند بايز كرنسي ان اوردر تو انفلونس ذا اكسشينج ريت. حد عنده سؤال في السلايدز ده؟ طيب يلا نحل السؤال ده. تمام، الله ينور حاج سعود. تمام تمام يا عاطف، تمام. انت رحت فين يا باسم؟ حسدناك ولا ايه؟ لا انا معاك بس عندي هجوم من العيال بس. يلا ماشي. طيب الاجابه بتاعتنا طبعا هتبقى ايه؟ اجابه بي. احنا بيقول لك developed by ايه industrialized countries، واتفقنا اللي هو الاندستريلايزد والتريدنج كونتريز بتستخدم الايه المانجد ايه فلوتنج. تمام، الاجابه دي جديده يا محمود؟ ايه قديمة؟ طيب انت عندك مشكلة في المايك كمان. نعم؟ بي. تمام، مش احنا اتفقنا في المانج فلوتنج بنك مركزي بيعمل ايه او الحكومة بتعمل ايه؟ بتتدخل عن طريق البنك المركزي. تمام، طيب. لو الدايركشن راح في اتجاه معين هي مش عايزاه، صح كده؟ بتاع الاكستشينج ريت طبعا. يبقى انت كده اي سؤال يجي على المانج دي فلو تختار الاجابه ايه؟ بي على طول. اي كلام طبعا، اي كلام. لا لا لا، دي استراتيجيات. طيب. انا بجهزها اليوم 28 ليه؟ اي كلام. ايوه. طب النظام الاخير بتاعنا بقى دوت ايه هو؟ اللي انت تروح رابطه يا استاذ محمد. علم. ايوه ايوه ده علم. انت عارف من ساعه ما احمد قابيل قال لك كده، هو ما رميت رميت لكن ايام ايام معقول لسه جاش ان احنا كان اكتر حاجه يخش يضربها. كل يوم قبل ما انام اقعد ادعي الدعاء ده. كمل يا استاذ محمد معلش. طيب البيج اكستشينج ريت سيستم بقى اللي انت بتربط عملتك بعمله ثانيه او بالباسكت اوف سيفرال اي كرنسيز. تمام، طيب ايه هنا بيج دي كونتري كالكوليت كرنسي موفمنت ريسبكت تو كرنسي. المهم ان هو بيقول لك اه هنا وبتحدد السعر الكرنسي بتاعك الموفمنت بتاعه طبقا للموفمنت اللي بيحصل للكرنسي بتاعك الدوله الثانيه دي. زي ما اتفقنا انا هربط الجنيه بتاعي بالدولار، الجنيه الواحد بيساوي الدولار واحد بيساوي 15 جنيه. طيب علاقه الدولار بالعملات الثانيه مثلا، يعني نفترض مثلا ان الدولار الواحد بيساوي جنيه استرليني. تمام، فانا ساعتها هنا يبقى الدولار الجنيه الاسترليني بيساوي 15 جنيه. طب الدولار ايه حصل له ابريشيشن مع الجنيه الاسترليني، فاصبح الدولار الواحد او خلينا نقول النص دولار بيساوي جنيه استرليني. ساعتها انا الجنيه الاسترليني هيبقى بكام بقى معايا؟ يبقى بسرعة ونص، لان انا رابط عملتي بالدولار، صح كده؟ تمام، الحته بتاعت الابريشيشن والديبريشيشن جايه يا استاذ باسم انت كنت بتسال فيها ثانيه يا مستر محمد اللي هي اللي قبل دي كده. انت دلوقتي انت ربطت الجنيه. انا رابط عملتي بالدولار. انا رابط عملتي بالدولار ده كده دولار، وده كده ايه جنيه جي بي. تمام،
الواحد دولار بيساوي 15 جنيه، انا رابط عملتي بيه بقى الدولار، وهنا الدولار مقابل الجنيه الاسترليني، الباوند ده كان 1 دولار بيساوي 1 باوند، تمام؟ الدولار حصل له ابريشيشن قصاد الايه؟ الجنيه الاسترليني، والجنيه الاسترليني حصل له ديبريشيشن، تمام؟ طب فمعنى كده ايه بقى؟ ايه بقى الواحد جنيه استرليني الواحد باوند بيساوي نص دولار. ففي الحالة دي الواحد باوند بالنسبة لك هيساوي كام؟ مش هو كان بيساوي 15 برضو عشان سبعة ونص. تبقى كده، هيبقى بيساوي 7.5، هو ده اللي انا كنت بقوله، تمام؟ ايش ما هو كده، ان انت ما هو رابط كده في عملتك. الاخر، ما هو انا استفدت ايه؟ ما هو ده نفسه كده، نفس الاولاني اللي هو الفيكسد. ما هو نفس الفكرة، انت رابط عملتك زي زمان ما كانوا بيربطوا بالذهب، انت رابط عملتك لا بالدولار. انا تخيلت في اول الشرح ان هو ان احنا كده هنعمل سله، فمثلا يعني هناخد مثلا بشكل او باخر، يبقى مثلا لو ده نزل انا خلاص، انا مثلا لسه مع اليورو، فاليورو لسه ماسك نفسه، او لسه مع الجنيه الاسترليني، يعني مثلا اقدر اسيب الدولار بعدها اروح للجنيه، اللي انا عامل سله باسكت فيه اكتر من عمله. طب ما كده زيه بالظبط، زيه الفيكسد. ما هو زيه زي، لا الفيكسد هنا انت مثبت عملتك مش رابطها بعملات تانية، الفيكسد هنا انت مثبت عملتك زي ما اتفقنا في الفيكسد اكسشينج ريت، انت مثبت الدولار بيساوي 3.75، حلو كده؟ تمام. لكن انت مش رابط التغير، الدولار بقى طلع قصاد العملات التانية او نزل، انت مش رابط نفسك بالدولار هنا، فاهم فعلا قصدي؟ لكن انت هنا فعلا صح. مثبت نفسك بالدولار، الدولار لما بيقوى، لما بيجين بارشيزنج بار انت بتكسب معاه، لما بيخسر انت بتخسر معاه في الناحيه خلاص الثانيه. كده فهمتها كده. طيب تعالى ناخد بقى شويه اكستشينج ريت بيزكس بقى. دلوقتي احنا لما بنيجي نقيس سعر مثلا عمله معينه قصاد عمله ثانيه النهارده، ده بنسميه ايه؟ الحوار ده احنا كان فيه كتير قوي، بنسميه ايه؟ سبوت ايه؟ سبوت ريت، صح ولا مش صح؟ انا عايز اعرف سعر ايه الدولار النهارده، فباخد له سبوت ريت. لما بنيجي نعمل ترانزاكشن معينه، بتشتري او بتبيع فورين كرنسي ترانزاكشن، بنسجلها بالايه؟ بالسبوت ريت في الاول، صح كده ولا مش صح؟ تمام؟ فالسبوت ريت ده سعر العمله مقابل عمله تانيه النهارده توداي. فمثلا في المثال بتاعنا بيقول لك ان الفرنك السويسري كان بيساوي 1 مقابل الجنيه الاسترليني، كان الواحد باوند بيساوي 1.652، ده بنسميه ايه يا شباب؟ ده السبوت ريت بتاع الايه؟ الفرنك السويسري مقابل الجنيه ايه؟ الاسترليني، تمام؟ طيب الفورورد ريت بقى، ده سعر الفورين كرانسي دوت، او الاكسشينج ريت بتاع الفورين كرانسي في تاريخ محدد قدام، ممكن يبقى بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3 شهور، بعد سنه، ده بيبقى اسمه ايه؟ فورورد ريت. ممكن الكرانسي في الفورورد ريت ده تبقى فورورد بريميوم او فورورد ايه ديسكاونت، بتحدد على اساس ايه؟ مثلا احنا كنا متفقين ان سعر الفرنك سويس الجنيه الاسترليني مقابل الفرنك السويسري هنا كام؟ 1.625، صح؟ ده ايه؟ كان السبوت ريت. طيب هنا في المثال اللي جاب لك قال لك ان الفورورد ريت بعد 30 يوم هيبقى كام؟ 1.654. هسألكم سؤال، الجنيه الاسترليني دلوقتي بيتباع في الفورورد ريت ببريميوم ولا بديسكاونت؟ discounts. هو في السبوت ريت بيتباع 1.652، هو غلي ولا رخص كده؟ اعتبر سلعه، اعتبره سلعه، غلي ولا رخص؟ غلي. يبقى بيتباع ببريميوم ولا بديسكاونت؟ بريميوم، تمام. والعكس صحيح، يعني احنا لما بنقارن بين عملتين، لما في عمله بتجين بيرشيزنج باور او بتجين بريميوم على العمله الثانيه، العمله الثانيه بيحصل لها ايه؟ discount. discount، تمام. فهنا تعالى بص هنا كده، السطرين اللي انا عاملهم لكم في تيبل ده بيقول لك when the spot rate is lower than the forward rate، السبوت ريت هنا كان كام؟ 1.52، وهنا ب 1.654. the currency is selling at forward ايه؟ بريميوم. بريميوم، تمام. ولما السبوت ريت بيبقى زي الفورورد ريت، الكرنسي بتتباع فورورد ايه؟ ديسكاونت، تمام. في
في نفس الحاله انا لو عايز اجيب الفرنك السويسري مقابل الجنيه الاسترليني، ساعتها هقول ان الواحد فرنك سويسري بيساوي كام؟ 0.6053. هعمل ايه؟ هقسم واحد على الايه؟ ال 1.652، صح كده ولا لا؟ تمام؟ الحته دي مفهومه ولا فيها مشكله؟ لا تاني كده ما تبصش معايا تاني يا مستر. السبوت ريت ده عندك مشكله فيه ان هو سعر الاكسشينج ريت بتاع الكرنسي دلوقتي. طيب الفورورد ريت اتفقنا ان هو السعر او النمبر اوف يونتس اوف فورين كرنسي اللي انت هتدفعها عشان تاخد العمله الثانيه في ايه؟ في تاريخ معين في المستقبل. مش كده الفرنك الفرنك السويسري زاد قدام الاسترليني صح؟ في الفورورد؟ انت انا كنت بشتري واحد جنيه باوند، اعتبر ده سلعه موبايل تمام؟ حلو حلو. انت كنت بتشتري الموبايل ده او الفرنك الجنيه الاسترليني ده 1.652 حلو؟ بعد شهر هتشتري هو نفس الفرنك ده 1.654. ده كده غالي ولا رخص الجنيه الاسترليني؟ غالي المفروض. غالي غالي كده غالي واحد يعني واحد يعني كانت بجنيه بقت بجنيه ونص، غليت ولا رخصت؟ غالي. اوكي انا اقول العكس. تمام كده. فهنا يبقى هنا الجنيه الاسترليني بيتباع في الفورورد ماركت ببريميوم ولا بديسكاونت؟ او الفورورد ريت بتاعه في عنده بريميوم صح كده؟ فعشان كده ده ايه؟ ال 1.625 ده الايه؟ السبوت ريت. صح؟ وده الايه؟ الفورورد ريت. فهنا هوك الملاحظه دي عجبتني قوي، كان هوك على الكتابه. قال لك وين؟ وين ذا سبوت ريت از لوور ذان ذا فورورد ريت. مش السبوت ريت هنا اقل من الفورورد ريت؟ صح؟ باسم بس ايه خلاص تمام. ابو حميد معاك. هيتباع يبقى فورورد بريميوم. طب لو العكس يبقى فورورد ديسكاونت. صح ديسكاونت. صح لو خدنا الكلام ده طبقناه على علاقه الفرنك السويسري بالجنيه الاسترليني هتلاقيه بقى فورورد ديسكاونت. هو هنا كان السبوت ريت كام؟ 0.6053 صح تمام. صحيح. لكن قدام انت هتشتري بكام؟ 0.6046. فده بقى كده فورورد ايه؟ ديسكاونت. صح ديسكاونت. صحيح. الكلام ده هو اللي موجود ايه في السلايدز اللي جاي دوت. فقال لك لو خدنا الكلام ده طبقناه على المثال اللي فات، فالفورورد بريميوم عندنا موجود مع الايه؟ مع البريتش باوند. فقال لك ذا باوند از كرنتلي تريدنج ات فورورد بريميوم وذ ريسبكت تو فرانك، لان هو كان في السبوت ريت سوري يا ربي، الفورورد ريت 1.654 اكبر من السبوت ريت صح كده؟ والفرانك بيتباع بالايه؟ فرانك از كرنت تريدنج ات فورورد ديسكاونت تمام. ليه؟ لان الـ 0.6046 اقل من الايه؟ من السبوت ريت. ده الفورورد اهو وده السبوت وده الفورورد وده الايه؟ السبوت. كده واضح يا باسم ولا في حاجه؟ لو في حاجه قول لي. لا خلاص تمام كلير كلير يا استاذ محمد. طيب انا عايز احسب البريميوم والديسكاونت وبحسبه انيوال تمام. عايز احسب انا عندي فورورد بريميوم قد ايه او فورورد ديسكاونت قد ايه وبحسبه انيوال. اتفقنا انا عندي البريميوم او الفورورد بريميوم او ديسكاونت هو عباره عن الفورورد ريت ناقص السبوت ريت صح كده، وهتروح قاسمه على الايه؟ على السبوت ريت. طب انا عايز احوله لانيوال بقى، فهشوف السنه عندي فيها كام يوم واقسمه على الفتره اللي انا ايه بحسب عليها الدايز ان فورورد. ففي المثال بتاعنا كان جايب لك بعد 30 يوم صح؟ فهنا اتفقنا ان الباوند هيبقى ايه؟ عنده فورورد بريميوم 1.654 ناقص 1.652 على السبوت ريت تمام؟ وهضربهم في 360 على 30 اللي هي عشان اعمل لها انواليزيشن، اللي هي عشان هو شهر واحد فهضرب في 12 صح كده ولا لا؟ تمام؟ فلو مثلا جاب لك هنا 90 يوم فهتقسم 360 على 90 هيطلع لك ايه؟ 4. فعشان تعمل لها انواليزيشن هتضرب في 4 نفس الكلام. طيب الفرنك بيتباع بفورورد ديسكاونت تمام، نفس اللي حصل الفورورد ريت ناقص السبوت ريت وهنقسمهم على السبوت ريت وهيتضربوا في 360 على 30 اللي هو عدد الايام اللي ايه؟ اللي احنا واخدين عليها الفورورد ريت
يبقى دوت هيتباع بفورورد بريميوم 1.45، وهنا هيتباع بفورورد ديسكاونت 1.39. تمام. طيب سؤال اهو، يلا بينا. الدولار مع الباوند هنا ايه بقى اللي حصل؟ تمام، انا سعيد، انا سعيد بيكم. طيب يلا بينا السؤال ده. اتفقنا هناخد ايه؟ هناخد السبوت ريت ماينس الفورورد ريت، سوري الفورورد ريت ناقص السبوت ريت على السبوت ريت. تمام، انت من البدايه كده واضح ان هو بريميوم ولا ديسكاونت؟ بريميوم. لو طلع معاك الرقم باشاره موجب يبقى بريميوم، لو طلع معاك باشاره سالبه يبقى ديسكاونت، عشان برضه لو اتلخبط. تمام، وهنا جايب لك كام يوم؟ 90 يوم. يبقى نقسم 360 على كام؟ على 90. على 90. الله ينور يا سعودي، الله ينور يا عاطف. مين تاني يجاوب؟ حد ما جاوبش السؤال؟ حميد ايه الاخبار؟ مش سامع صوتك خالص النهارده. تمام يا ريس اهو. ايه الاخبار؟ ما بتحلش يعني؟ بحاول اجمع بس. طيب، طب قول لي انت ايه اللي مش هتعرف؟ تعالى حل معايا السؤال. طيب نعمل يلا بينا. طيب قبل ما نحل السؤال، طب تعالى نرجع هنا كده. احنا اتفقنا ان انا عشان احسب الفورورد بريميوم او ديسكاونت بعمل ايه يا عبد الحميد؟ بعمل فورورد ريت بطرحه من السبوت بقسمه على السبوت ريت، وبعد كده بعمل له انواليزيشن. بعمل ايه؟ بشوف الايام السنه بتاعتي اللي هي 360، بروح قاسمها على عدد الايام اللي ايه اللي في الفورورد بيريود بتاعتي. صح كده؟ صحيح. حلو، بقى تعال نروح للسؤال. انا عندي هنا الفورورد ريت كان بتاع الين كام؟ 102.5. 102.5 صح كده؟ طب والسبوت ريت كان كام؟ 100. اقسمهم على كام؟ على 102.5. لا هنقسمهم على السبوت. على 100؟ مش على السبوت؟ على السبوت يعني. تمام. واضربهم في كام؟ 360 على 90. بس كده الحوار اهو. طلعت كام بقى معاك؟ هو مبدئيا هو اتباع بفورورد بريميوم، فانت هتستبعد سي ودي، صح كده؟ قبل ما تبص على اي حاجه. صح ولا مش صح؟ صحيح. هو البريميوم دوت زي البوند صح؟ نعم. البريميوم ده اللي هو يعني زي البوند لما احنا بنبيع البوند. كلمه بص يا عبد الحميد، كلمه بريميوم هنا مقصود بيها ان هو هيتباع بعلاوه، هيزيد يعني سعره هيزيد في المستقبل، او سعره هيقل هيبقى ديسكاونت. تمام؟ يعني خليها كده عايمه معاه احسن. اوكي. تمام؟ وما تربطهاش ببوند او مش بوند، لا خليها كده لوحدها. اي حاجه، اي حاجه انت بتشتريها بزياده فهتشتريها ببريميوم، اي حاجه هتشتريها اقل من السعر اللي موجود بيها دلوقتي فهتشتريها بديسكاونت. صح ولا مش صح؟ صحيح. طيب حد عنده مشكله في السؤال اللي فات ده يا شباب؟ طيب تعالى ناكد على حاجه. بيقول لك if the domestic currency اللي هي العمله بتاعتك is trading at forward premium then it's expected to gain purchasing power. لان انت اللي كنت مثلا بتشتري هنا الواحد دولار كان ب 100 ين، بقيت بتشتري بالواحد دولار 102.5، فانت كده كسبت ايه؟ purchasing power. صح كده؟ و if the domestic currency is trading at forward discount يبقى هي it's expected to lose ايه؟ purchasing ايه؟ power. يعني لو عكسنا، لو اتفقنا ان السبوت ريت كان 102 والفورورد ريت 100، يبقى انت ايه؟ خسرت البرشيزنج باور بتاعك.
هتروح بدل ما كنت هتشتري الحاجه. يعني افترض ان انت خلاص احنا قررنا احنا ناس عايشين في يعني ناس امريكان وهنطلع نتفسح في ايه؟ في اليابان، تمام كده؟ فانت دلوقتي لما سعر الواحد دولار كان بيجيب لك 100 ايه؟ 100 ين. لما يجيب لك واحد دولار لما احنا جينا نسافر بقى يجيب 102. فاصبح انت لما تروح هناك هتقدر تشتري حاجات اكتر بالفلوس اللي معاك، صح ولا مش صح؟ انتوا معايا ولا رحتوا فين؟ معاك. تمام؟ فده هيخلي الطلب على السلع اللي موجوده في اليابان هيزيد ولا مش هيزيد؟ لما الين الياباني يحصل له ديبريشيشن قصاد الدولار، انت مش السلع اللي موجوده هناك دي سعرها هيرخص بالنسبه لك؟ صح؟ صح. تمام؟ ما نفترض مثلا ان الموبايل في اليابان كان ب 1000 ايه؟ ب 2000 ين. تمام؟ وانت كنت عامل حساب ده كان الواحد دولار بيساوي 100 ين، بقى الواحد دولار بيساوي 102 ونص، انت لما تروح هناك هتشتري ارخص ولا لا؟ طبعا. وفي نفس الوقت الناس المستثمرين لما يجي يستوردوا من اليابان السلع بتاعتهم هتيجي ارخص ولا لا؟ صحيح. ايوه استيراد. ايوه ايوه ارخص. صح صح ولا مش صح؟ دي نقطه كده بنظبط بس بيها نفسنا، ما لهاش علاقه بالموضوع دلوقتي يعني. طيب لو انا عندي عملتين مثلا، خلي بالك هنا احنا في الشرح هنا برضو هتلاقيه مركز عن ان انت الدوميستيك كرنسي بتاعتك اللي هي الدولار، ان احنا بناخد شهاده امريكاني، صح ولا مش صح؟ فقال لك a cross rate is used when the two currencies involved are not stated in terms of each other. The exchange must be valued in terms of third currency. Very often بيبقى ايه؟ US dollar. تمام؟ يعني افترض ان انا دلوقتي رايح اشتري حاجه بعمله والعمله ديت انا ما عنديش سعر ليها. فبعمل كروس ريت، باخد السعر بتاعها مقابل عمله ايه؟ معامله ثالثه. تعال نشوف المثال ده. ماشي؟ بيقول لك شركه سعوديه needs to make payment ب 100,000 ين today. تمام؟ however the krona is not stated in term of yen. ما فيش يعني سعر العمله بتاعتهم بتاعت السويد ده مش stated في الترم بتاع الين. هيعملوا ايه؟ تعالى يا عم انا هشوف الكورونا دي بتساوي كام؟ قال لك الواحد كورونا بتساوي ايه؟ الواحد دولار بيساوي 6 بوينت ايه؟ 8 3 9 5 كورونا، والواحد دولار بيساوي 79 بوينت 8 ايه؟ 4 5 ين. طب انا عايز اشوف الكروس ريت هقسم ده على ده. تمام؟ الموضوع حتى انت من غير سي ام اي ممكن تحسبه يعني. حلو؟ فهيطلع لك ريشيو اللي هو ده. ماشي؟ هتروح ضارب ال 100 ين في الريشيو دوت، فانت المفروض هتدفع للراجل ده كام؟ 8570 كرون. واضحه ولا ايه؟ ولا ناخدها لكم على اكسل؟ واضحه؟ انا بالنسبه لي واضحه. ايوه انت كانك بتوسط الدولار بين الاثنين. بوسط الدولار ما بين الاثنين، صح كده؟ طيب بص بقى، معلش استنى، كان في حد بيسال سؤال قبل ما اسال يا محمد ولا حاجه؟ مين كان بيسال يا شباب؟ حد كان بيتكلم، معرفش. لا هو ده سعودي كان بياكد على الكلام، ما كانش بيسال. طيب تمام. طيب قانون العرض والطلب لو جينا طبقناه على الموضوع بتاع الفورين كرنسي دوت، فانت عندك كميه السبلاي والديماند بتاع الكرنسي معينه، فهنا خلينا نفترض هنا ده سعر الكرنسي بتاعتك، تمام؟ وده الكوانتيتي اوف فورين ايه كرنسي. حلو كده. فهنا كل ما العمله سعرها بيزيد الديماند هيحصل له ايه؟ بيقل. بيقل. تمام؟ وكل ما العمله سعرها ينزل يفضل الديماند يزيد لغايه ما يوصل للاكويليبريم ايه بوينت. تمام؟ طيب نفترض ان ايه العمله نزلت فالديماند ايه بقينا هنا، فالديماند عليها هيزيد، فلما الديماند يزيد هيحصل لها ايه؟ سعرها برضه هيزيد، تطلع تاني لغايه ما توصل لنقطه التعادل. حلو كده؟ مع ليه؟ لان احنا هنا مفترضين ان الكميه السبلاي هو ايه ثابت زي ما هو، صح؟ تمام؟ عشان كده بنوصل للاكويبريم بوينت. طيب في نفس النطاق لما نيجي نتكلم عن السبلاي، حلو؟ طيب كل ما العمله سعرها يزيد بيحصل ايه الكميه السبلاي بتاعتها؟ بتبقى موجوده كتير، صح؟ تمام؟
وكل ما كل ما العمله سعرها بيقل الكميه الناس بتشتري منها، فالكميه المعروضه منها بتحصل فيها ايه؟ بتقل، صح كده ولا لا؟ تمام. يبقى العلاقه بين السبلاي والديماند بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. تمام. فهنا قال لك the demand curve for foreign currency is downward sloping. ليه؟ قال لك because when the currency becomes cheaper، لما العملة بتبقى رخيصة، هنا مثلا ال goods وال service اللي هي dominated في that currency become more affordable، تبقى متاحة للناس، رخيصة للناس to domestic consumers، وبتخليهم يروحوا يطلبوا منها leading them to demand more of that currency. زي ما اتفقنا انا دلوقتي لما سعر الدولار يرخص مقابل الين الياباني، انت هتلاقي نفسك ايه الحاجات اللي بتشتريها بالين الياباني سعرها بقى قليل، صح؟ فالناس هتشتري بدعم اليابان اكتر. تمام. طب لو العكس حصل، قال لك السبلاي كيرف بقى، قال لك السبلاي كيرف upward sloping. قال لك ليه؟ قال لك because when that currency become more expensive، لما العملة بتبقى غالية هيحصل ايه؟ قال لك ال goods وال service become more expensive لل user of foreign currency، فده هيخليهم ايه؟ لا يا عم انا مش هروح اشتري حاجات من ايه؟ ياباني، انا هشتري حاجات من اللي موجودة عندي في الدوميستيك ايه؟ ماركت. صح ولا مش صح؟ لاقطين؟ طب يلا بينا. لو الكونسيومرز ان جابان، الناس اللي في الشعب الياباني decide they would like to increase their purchase of consumer product made in the United States in foreign currency market there will be tends to for a، يعني الناس اليابانيين هيزودوا الحاجات اللي بيشتروها من الحاجات المصنوعه في امريكا، ده هيعمل ايه بقى؟ تمام. هيزود الديماند على الدولار، هيزود الديماند بتاع الدولار هيزيد. ما شاء الله كلكم قراتوا صح. تمام. طيب بصوا بقى، انا جبت لكم هنا باين في الحته بتاعت الابريشيشن والديبريشيشن دي شرح، بص ايه السطرين يعني، فجبت لكم كلام هوك كمان عليها. تمام. وانا طول الوقت بيجي عليها اسئله امتحان كتير شايفين. والموضوع سهل جدا يعني. تمام. فكره الابريشن، بص يا انت لما بتيجي تقارن حاجتين ببعض، اي يعني عمله، الدولار مثلا، خلينا في الدولار والين الياباني، 1 دولار بيساوي من غير ما نشرح اهو 100 ين. طيب ال1 دولار بقى بيساوي 110 ين. هسالك سؤال يا باسم، الدولار دلوقتي حصل له ابريشيشن ولا ديبريشيشن؟ ثانية شوية، معلش يا شباب، في الهجوم المفاجئ اللي حصل ده معايا؟ ألو؟ معاك يا محمد. فباسم دلوقتي ال1 دولار كان بيساوي 100 ين، دلوقتي ال1 دولار بقى بيساوي 110، الدولار حصل له ديبريشيشن ولا ابريشيشن؟ ده كده ابريشيشن. وفي نفس الوقت، طالما حصل للدولار ابريشيشن يبقى الين حصل له ديبريشيشن. الين ديبريشيشن، صح كده ولا لا؟ يبقى امتى بيحصل ديبريشيشن وامتى بيحصل ابريشيشن؟ لما ابريشيشن يعني نفترض الدولار اصبح مور فاليبل، صح كده ولا لا؟ بيدي قيمه اكتر من الايه؟ من الين الايه؟ الياباني. تمام. والعكس الصحيح هنا، الين الياباني اصبح ليس فاليبل، بقى بيدي عدد وحدات اقل من الدولار، صح ولا مش صح؟ ده ملخص الحته بتاعت الابريشيشن والديبريشيشن. وطالما حصل له ابريشيشن بقى، يبقى بيجين بيرشيزنج باور ولا ما بيجينش؟ لو حصل له ابريشيشن بيجين بيرشيزنج باور، عشان نقفل الحته دي كمان. تمام. طب واللي بيحصل له ديبريشيشن بيلوس البرشيزنج باور ولا بيلوس؟ صحيح. طيب احنا خلاص ظبطنا الحتتين دول مع بعض. تمام. تعالى نقرا بقى الكلام اللي مكتوب في الهاند اوتس. بيقول لك over the time exchange rate between two currencies will fluctuate
The term is used to refer to this change in exchange rate or appreciation and depreciation. طيب. A currency appreciates or depreciates relative to another currency. نفترض مثلا currency A بتappreciates يبقى becomes more valuable relative to currency B. تمام؟ When it can purchase more units of currency B than it previously purchased or when fewer units of currency A are required to purchase one unit of currency B than previously. نفس الكلام في depreciate. تمام؟ The appreciation of currency A relative to currency B will always result in depreciation of currency B relative to currency A. الكلام اللي احنا قلناه طالما حصل هنا appreciation للدولار يبقى اللي هنا يحصل له ايه؟ depreciation صح؟ طيب تمام واتفقنا برضو اللي هي when one currency gain purchasing power with respect to another currency the first currency اللي هي كسبت purchasing power بنقول ان حصل لها ايه؟ depreciation appreciate لا appreciation sorry تمام على السكند كرنسي تمام وفي نفس الوقت السكند كرنسي يبقى حصل لها ايه؟ depreciate لان هي lost purchasing power against first currency تمام وجي هنا جلاين جاب لك مثال قال لك يو اس كومباني اشترت بضاعه في شركه موجوده في ايه يوروب كومباني بكام بمليون يورو هتستحق امتى بعد 60 يوم تمام بيقول لك اون ذا داي اوف ذا سيل كان الواحد دولار الواحد يورو بيساوي كام دولار 0.795 تمام ريكوايرد تو باي سنجل يورو بعد 60 يوم اصبحت بتشتري الواحد يورو بكام يبقى اليورو حصل له هنا ديبريشيشن ولا ابريشيشن يا عم الحاج؟ ابريشيشن ايوه فالشركه بدل ما كانت هتدفع 795 عشان تسدد المليون دولار هتدفع دلوقتي كام؟ 812000 ايه؟ دولار صح كده؟ صحيح طيب if the value of US dollar in foreign currency market it changed from 1 دولار كان بيساوي 0.75 يورو لواحد دولار بيساوي 70 يورو الدولار حصل له ايه كده ديبريشيشن كده يا عم الحاج واحد اه صح انت صح سوري اقول لك ايه انا ملصمه بالعافيه والله سند ده كده عارف طيب ونتيجه لا خلينا بس التركيز بس شويه يعني ايوه خلينا نكمل نتيجه الدولار حصل له الدولار حصل له ايه؟ appreciation صح؟ طب نتيجه الابريشيشن اللي حصل للدولار ده السلع اللي موجوده الدومينيتد باليورو هتبقى بالنسبه للناس اللي هم موجودين في امريكا رخيصه ولا غاليه؟ attractive رخيصه والناس المستثمرين لما اللي بيستوردوا من اوروبا تبقى بالنسبه لهم البرودكت رخيصه ولا غاليه؟ رخيص طيب يلا نحل السؤال ليه يا حاج سعودي بص يا سعودي سي بتقول لك شايفها بيه يو اس تورست ان يو شايفها بيه السياح الايه الامريكان في يوروب ويل فايند ذا دولارز ويل باي مور يوروب برودكتس تمام عشان الدولار زايد باور بقى عنده باور اقوى طيب الواحد دولار لا الدولار ما زاد الدولار هو اللي ما بقى اليورو اللي بقى عنده باور اكتر الباور اليورو بقى عند الباور عند اليورو اه الواحد دولار يا سعودي كان بيجي يعني 75 يورو فاصبح الواحد دولار زي ما هو بيجيب لك كام 70 يورو فالإجابة ايه مستبعدة تمام فهنا طيب هنا دلوقتي احنا هنا دلوقتي نفترض ان انا عايز اسالك سؤال لو انت هتستورد مثلا انت راجل هتستورد حاجه باليورو الحاجه دي ب 10000 يورو انت الاول كنت هتجيبها بكام ال 10000 يورو دولار كنت هتدفع قصادهم كام دولار انت عايز تستورد حاجه من فرنسا مثلا ب 10000 يورو كنت هتدفع قصادهم كام 7500 دولار صح
صح؟ تمام صح ولا لا؟ طب دلوقتي هتدفع قصادهم كام؟ 7000 7000 بس. فالبضاعة اللي في أوروبا لفرنسا دي بقت بالنسبة لك أغلى ولا أرخص نتيجة اللي حصل ده؟ أرخص. تمام؟ طب هنختار أنهي إجابة بقى كده؟ الله ينور يا شباب اللي جاوب. بي بي البرودكت امبورتد فروم يوروب اللي هي فرنسا في اللي انا اللي قلته لك اليو اس اي ويل بيكم مور، يعني العكس طبعا، البرودكت اللي هي الامبورتد فروم يوروب تو يو اس اي ويل بي بيكم مور اكسبنسيف. تمام؟ اعتقد ال 7500 وال 7000 اعتقد فيها غلط في الضرب ولا حاجه ولا ايه؟ يعني المفروض يعني العكس، المفروض ال 7000 مش عارف، استنى نعملها كده. طيب دلوقتي ال 10000 يورو على 75، هو اليورو واحد متساوي في الدولار واحد مقابل 75% من عكست. صح كده؟ اضرب انت، اضرب انت هتطلع معاك كام؟ هيطلع 13300 13300 في واحد، والثانيه هتبقى 10000 على 70 14300. انت دول 10000 يورو. صح اكتب بس 14000 صح يا مستر محمد كده. تمام 10000 وكام؟ و280. فكده سعرها زاد اهو، سعرها زاد لما تيجي تستورد ال 10000 بالدولار كده. صح ال 14000 صح. انا عملت سوري يا جماعه، انا خدت ال 10000 يورو وضربتها في البوينت 75. اوكي كده كده برودكت امبورت فروم يو يوز دولار اوكي ويل بيكم اكسبنسيف. اوكي صح كده تمام. اوكي طيب ابريشيشن اوف ذا يو اس دولار اجينست جابانيز ين وود ايه؟ اليو اس دولار حصل له ابريشيشن اجينست الين الياباني. سي تمام. اخترت بيه ليه يا عاطف؟ استعجلت يا ريس. طيب يلا بينا. هي الإجابات اللي انتوا دي جديدة عاطف ولا بتاعت السؤال اللي فات؟ اللي فات يا ريس. تمام. طيب if US dollar declines in value relative to currencies of many of US trading partners، يعني ال US دولار هسأل له قصاد مثلا الجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي وكل العملات التانية دي كلها، تمام؟ نتيجة لأن اليو اس دولار نزل الاكسبورت هيزيد المفروض، هيحصل إيه؟ الاكسبورت هيزيد، الاكسبورت هيزيد تمام؟ لأن الناس اللي موجودة في الدول التانية دي بالنسبة لها السلع اللي هي بالظبط كده منشند بالدولار سعرها بالنسبة لهم إيه؟ أقل، فساعتها الاكسبورت بتاع أمريكا اليو اس اكسبورت هيزيد تمام؟ فده هيحسن من الإيه؟ من الميزان التجاري بتاعهم. تمام هناخدها قدام شويه. طيب وين لونز، لو انت بقى تعال نشوف تاثير الابريشيشن والديبريشيشن لو انت واخد كارد مثلا من دوله ثانيه بعمله ثانيه، حلو؟ فده بيأثر على ايه؟ قال لك ان الابريشيشن او الديبريشيشن اوف ذا تو كرنسيز بيأفكت على الفاليو بتاعت الانترست بتاعت اللونز اللي انت بتاخده، وبيأثر على البرنسبال بيد، وبيأثر كمان على الافكتيف انترست ريت. يبقى بيأثر على كام حاجة يا شباب؟ على الفاليو بتاعت الانترست اللي انت هتدفعها، والبرنسبل اللي انت هتدفعه لما تيجي ترد سدد الكارد ده تاني، تمام؟ والافكتيف انترست ريت. قال لك تعالى في يو اس كومباني في المثال بتاع جلايم ده خدت كارد لمدة سنة ب 12 مليون ايه بيزو، تقريبا دي عملة المكسيك، تمام؟ بفايدة كام؟
ستة ونص. حلو كده تمام. قال لك بعد سنة اليو اس كومباني هتدفع الكارد ده بالفايدة بتاعته، يعني هي مش هتدفع، هي خلاص خدت المليون ال 12 مليون بيسو دوت، وبعد سنة هتدفعه بال 6.5% الانترست بتاعته تمام. طيب النهارده لما الشركة دي خدت اللونز بتاعها كان بتاع البيزو ده بكام؟ ب 0.092496. فلما خدت ال 12 مليون يورو دي عملت لها ترجمتها لدولار بقت بكام؟ بمليون 105.795، والمفروض هتدفع عليها فايده 6.5%، يبقى هتدفع عليها 780 بيزو، يبقى كام؟ 12 مليون 780 تمام؟ يبقى هنا 0.094. لما جت بقى تسدد هنا، لا سوري 780، يبقى كله كام؟ 12 مليون 780. لما جت هي تعمل ريبيمنت لللونز ده بقى، لقيت ان السعر الصرفي بقى كام؟ بقى 0.094. طب السعر زاد ولا قل يا شباب هنا كده؟ لا احنا الدولار كده زاد. الدولار كده زاد؟ لا الدولار قل. قل كده الدولار قل. حصل له ديبريشيشن. الدولار قل. بالظبط كده. البيسوس ده كان ب 0.092 غالي، بقى ب 0.094 دولار. ماشي. تمام؟ فاصبح بدل انت ما كنت يعني هتشتري الفلوس دي اغلى، فعشان تحولهم تاني للبيسوس بتاعهم ده ولا ما اعرفش اسمه ايه، فهتلاقي نفسك دافع كام؟ مليون 201,230 الفلوس بالانترست بتاعتها، فانت دافع زياده عليهم كام؟ 95,525. حلو كده؟ فاصبح الافكتيف انترست ريت كام كده لو قسمت ال 95 ديت على الرقم اللي انت خدته؟ بدل ما كان المفروض يبقى 6.5، الافكتيف انترست ريت زاد بقى كام؟ 8.64. تمام. طيب اخر حاجه عندنا، دي اخر حاجه دي ولا لسه فاضل حاجه؟ اخر حاجه. حلو قوي. الفورين تريد اند كونتريز بالانس اوف بيمنت. تمام. طيب البالانس اوف تريد، الميزان التجاري زي الفورين تريد ده او البالانس اوف بيمنت بيأثر عليهم. تمام. قال لك ا كونتريز بالانس اوف تريد عبارة عن إيه؟ قال لك is the difference between the imports and the exports of goods and services over given period. يبقى البالانس اوف تريد عبارة عن الفرق بين إيه يا شباب؟ import واكسبورت خلال فترة معينة. تمام؟ if a country's currency is weak، لو ال country currency is weak يعني زي مثلا العملة بتاعت البلد دي سعرها قليل، ده بيبقى إيه؟ it's goods and service are more affordable. الجودز والسيرفيس بتاعت السلع البلد دي هتبقى رخيصه لان سعر العمله دي رخيص، صح ولا لا؟ بالنسبه للفورين كونسيومرز. تمام. فده هيعمل ايه؟ قال لك this country tend to have positive او surplus في البالانس اوف تريد. تمام. يعني لما سعر العمله بيقل ده بيخلي البالانس اوف تريد بايه؟ ان سعر البضاعه بتاعت البلد دي بتبقى رخيصه بالنسبه للفورين كونسيومر فيشتروا منها، صح ولا مش صح؟ يعني تخيل مثلا كده ان الجنيه المصري بقى بيساوي 1 دولار، امتحان السي ام اي بالنسبه للمصريين هيبقى عامل ازاي؟ لو ايه تاني معلش؟ لو الجنيه المصري بلاش بقى بيساوي 1 دولار، فهتروح تمتحن الامتحان ب 450 جنيه. يا سلام يا استاذ محمد. هتفكر في الامتحان؟ لا طبعا. تمام. تجرب اكل ويندو ايه؟ هتقعد ده انت تجرب نزل اشتري في مصر بقى اخش كل خميس وجمعه بالظبط كده، بتخش كل شويه تجرب وتخرج، صح ولا اخش في الويكند؟ لا انت تنزل من تنزل تشتغل في مصر يا سعودي وتدور على ناس تكفله. ترى يبقى الموضوع كبير كده. تمام. حلو. فده هيعمل ايه؟ هيخلي السلع اللي هي مثلا لو الجنيه المصري بقى قد الدولار، الحاجات اللي بالدولار هتبقى بالنسبه لنا رخيصه، فهنخش الامتحان زي ما احنا عايزين. تمام. فده هيزود الفلوس الايرادات اللي جايه من امتحانات السي ام اي، فهيعمل ايه؟ فهيعمل بوزيتيف سير بلس في البالانس اوف تريد بتاع ايه؟ بتاع يو اس اي، صح كده ولا لا؟ ده بالعكس، احنا ممكن نفكر نسافر نتفسح في امريكا، صح ولا مش صح؟ مش انت دلوقتي الجنيه بدولار، صح ولا لا؟ هتسافر تتشايط نفسك بقى. طيب
By the same token, if country's currency is strong بقى، اللي هو الوضع المنيل بقى اللي احنا فيه، ان 1 دولار بيساوي 15 75، تعالى نرجع لحقيقتنا بقى ماشي. ف its goods and services are more ايه expensive to foreign consumers. يعني انت بالنسبة لك الامتحان غالي ولا رخيص؟ غالي، عشان الدولار ب 15 جنيه 75 ولا 16 جنيه، صح ولا لا؟ طيب فده هيعمل ايه؟ قال لك the countries بقى ده بالنسبه ليهم هناك tend to have negative deficit في balance of trade، لان انت هيخلي الناس السلع اللي هي بالدولار بالنسبه لهم غاليه، فده هيأثر على balance of trade بالسلب. تمام؟ طيب تعالى ناخد بقى حاجه تاني، البالانس اوف بيمنتس، ميزان المدفوعات. اي دوله في الدنيا بيخش لها حاجات عن طريق، بتحمل حاجتين، بتصدر وبتستورد، صح كده ولا مش صح؟ مظبوط يا خالد، تمام مظبوط البالانس اوف بيمنتس از ذا نت اوف اول ترانزاكشن بتوين دوميستيك بارتيز اند بارتيز ان بارتيكولار فورين كرنسي. حلو كده، يبقى البالانس اوف بيمنت از نت اوف اول ترانزاكشن بتوين دوميستيك بارتيز اند بارتيز ان بارتيكولار ايه فورين كونتريز. البالانس اوف بيمنت، تعالى بص انا هقرا، هاخد الكلمه اللي بالازرق دي وهكمل قرايه وبعد كده هرجع تاني. طب البالانس اوف بيمنت از ديفست وين، يعني البالانس اوف بيمنت يبقى عندي ديفست امتى؟ وين ذا سام اوف امبورتس والبرايفت كابيتال اوف اوت فلو او كابيتال اوت فلو والجرانتس والريميتنس اكسيد ذا سام اوف اكسبورتس اند برايفت كابيتال ان فلو. تمام، يبقى انا عندي ديفست امتى؟ لما مجموع الحاجات اللي انا بستوردها والبرايفت كابيتال اوت فلو والجرانتس والريمتس ده بيكسيد اللي انا ايه بصدره وزائد البرايفت كابيتال ان فلو. طب يبقى عندي سيربلس امتى؟ لما يبقى الامبورتس والبرايفت كابيتال اوت فلو والجرانتس والريمتس اقل من السم اوف اكسبورتس اند برايفت كابيتال ان فلو. يبقى امتى بيبقى عندي ديفست يا باسم؟ ركز انت يا باسم قوي، كلكم طبعا تركزوا. هو بس لو الامبورت لو الامبورتس اكتر من الـ من الـ اكتر من الامبورت والبرايفت كابيتال اوت فلو والجرانتس والليمتس بتكسيد الايه الاكسبورت والبرايفت كابيتال ان فلو. تمام، والعكس صحيح، اذا عند سيربلس لو الامبورت اقل من الايه من الاكسبورت والبرايفت كابيتال ان فلو والجرانتس والليمتس. طيب كده تمام، تعال نرجع لحاجه ثاني، ذا ديبريشيشن كرنسي and the combination of increased exports and decreased imports it causes creates positive effect on a country's balance of trade. تمام تمام، يبقى انت لو حصل العمله بتاعتك depreciating currency ده بيؤدي للايه؟ بيزود الاكسبورت، مش لما العمله بتقل انت بتصدر اكتر؟ صحيح، بيبقى الطلب عليه اكتر. ايوه، هيعمل ايه في البالانس اوف تريد لما الاكسبورت بتاعك يزيد؟ هيزود البالانس، هيخليه بقى سيربلس، هيبقى عندي سيربلس، صح كده ولا لا؟ طيب اقرا معايا كده، when a currency appreciates import will increase and export will ايه decrease. when a currency depreciate import will decrease and export will ايه increase. تمام، واضح الكلام ده؟ ها؟ واضح ولا مش واضح؟ طب تعالى نرجع تاني. البالانس اوف تريد، الفرق ما بين الامبورت وما بين الايه؟ الاكسبورت. تمام؟ والبالانس اوف تريد بيزيد بالايه؟ بيزيد بالاكسبورت وبيقل بالامبورت. صح كده؟ حلو، الله ينور عليك. تمام تمام. طيب لما العمله بتبقى كرنسي از ويك، ده بيخلي السيرفيس والجودز بتاعت البلد اللي احنا فيها دي مور ايه؟ افوردبل، صح؟ فده بيخلي بيعمل ايه؟ بوزيتيف سيربلس في البالانس اوف تريد، لان الناس بتلاقيها رخيصه فبتشتريها، صح؟ يعني تخيل مثلا انت كده حد، الناس اللي هم المواطنين الكويتيين لما يجي يحبوا ينزلوا مصر، بالنسبه لهم مصر ببلاش، صح ولا مش صح؟ صحيح. تمام؟ طيب وفي نفس الوقت باي ذا سيم توكن
if countries consume its services are more expensive. ده هيؤدي لايه؟ هيخلي الحاجه بتاعتهم يعني تخيل مثلا حد مثلا عايز الحاجات اللي هي الجنيه المصري مقابل اي حاجه، احنا الحمد لله احنا دلوقتي ثبتنا شويه يعني، بس قبل كده كانت الدنيا بايظه خالص. فده بيخلي ايه؟ نيجاتيف ديفيسيت في البالانس اوف تريد. طب البالانس اوف بيمنت قلنا ان هو عباره بيبقى امتى عنده ديفيسيت وامتى يبقى عنده سيربلس. امتى يبقى عنده ديفيسيت يا عم باسم؟ لو الامبورس والبرايفت كابيتال والجرانتس والريميتنس اكسيد الاكسبورت. والبرايفت ان هم بيكسيدوا هم والعكس صحيح، صح كده؟ صحيح صحيح. يلا بينا. طب ما حاج محمد العمله بتاعتنا مضروبه وبرده البالانس. لا انت كده هتتكلم في السياسه عبد الحميد بعد الحرب. البالانس تريد مضروب وقت التسجيل بعدين كده وبعدين نبقى نتفاهم في الموضوع. يعني المعادله دي مش انت بتنزل اجازات يا عبد الحميد. الله يخليك عبد الحميد. انا مش سامع حاجه، في مشكله في الصوت. بس انا اصدق من الدي جي. يلا حل يا ابني، حل يا حبيبي، خلينا ناكل عيش والنبي. اقول له حاجه والنبي يا محمد. The balance of trade is decreased. تمام. نور الفرق بين الامبورت والاكسبورت. تمام الله ينور. حد عايز فيدباك في السؤال ده؟ تاني ما فيهوش حاجه. بي اتسرعت ليه يا استاذ سعودي؟ سي اتسرعت ليه يا استاذ عاطف؟ انا ما قريتش تحت، خدت اول كلمه وخلاص. صح عندك حاجه ايوه كلنا وقفنا عند بي بس ما نزلناش تحت. وقفت عندها وقلت هي عشان سرعه عشان سرعه الامتحان عشان ما نكسب وقت. كده مش هنكسب حاجه بقى يا معلم، هنحل غلط. ربك استرها. طيب السؤال مش محتاج فيدباك صح؟ لا خلاص تمام. طيب هنا هوكي كاتب لك اكزامبل. هنا قال لك knowing the effect of depreciation and appreciation of the and the depreciation of a currency on a country's import and export is key items to know the form of these topics. تمام. الموضوع مهم جدا تعرف تاثير الابريشيشن والديبريشيشن. بص شايف اللي اهي مهمة جدا، شايف دي كده؟ تمام؟ هقولها تاني ولا كانت واضحة؟ لا تمام تمام يا ريس. طيب. متهيألي ده آخر حاجة كده ولا في سؤال؟ طيب. بيقول لك a short term measure a government as a short term measure a government can attempt to correct the deficit بتاع البالانس اوف تريد payments بتاعها. تمام؟ فممكن تعمل ايه الشركه؟ تعمل البلد تعمل ديفالوينج للاتس كرنسي. يعني هي شايفه عندها عجز في البالانس اوف ايه؟ اوف بيمنت. فهتعمل ايه؟ هتعمل ديفالوينج للاتس كرنسي عشان تقلل سعر العمله. فده هيخلي ايه اللي يحصل؟ هيخلي البضاعه والحاجات والسيرفيس بتاعتها رخيصه. طلب عليها عجز. الطلب بتاعها هيزيد. فقال لك this makes the country's goods more affordable causing export to rise. بس الكلام دوت بيبقى اكيد ليه اي حاجه ليها ميزه بيبقى ليها ايه؟ معيب. تمام. قال لك however this approach has its own disadvantages by making imports more expensive. يعني انت دلوقتي هترخص الاكسبورتس بس في نفس الوقت الحاجات اللي انت هتستوردها هتبقى ايه؟ غاليه. تبقى غاليه. فالكونسيومرز المحليين بقى هيشتكوا. ما عندهمش تشويس. ما عندهمش اختيارات لان الناس يعني هتلاقي حاجات ما حدش هيستورد كتير صح ولا لا؟ also over the long run the domestic producers الناس اللي بينتجوا سلع محليه هقول لك ايه؟ هيرفعوا اسعارهم عشان تبقى مناسبه وتتوافق مع الحاجات اللي ايه؟ اللي هي الامبورتد جودز. ده اللي كنت بتسال عليها يا استاذ عبد الحميد، اظن جاوبك النقطتين دول كده واضحه كده. احنا بس بنتعلم بس مش اكتر يا جماعه.
ما تحاولش تطبق الكلام ده، احنا واخدين على فكرة الحاجات دي، ده علم كبير قوي، احنا واخدين حاجات خفيفة جدا جدا، دي حاجات في الاقتصاد يعني، بص يعني رهيبة، بس هو هتلاقيك هتفهم الدنيا كويس اكتر في الموضوع دوت يعني. واحنا احنا كويسين يا عبد الحميد. اكيد طبعا، لا غبار على ذلك. يا ابني اسكت بقى يا ابني. حاسس ان جينا طب انا بصراحه one of the following transaction the one that would result worsening the US balance of payment account is a ايه اللي هيأذي البالانس اوف بيمنت بتاع الامريكا يا جدعان؟ ربنا يبعد عنهم كل شر. Receipts of dividends by an American corporation from East German subsidiary ده هيزود ولا هيقلل؟ شركة أمريكية خدت الأرباح بتاعتها من من السبسيدري بتاعها اللي في جرمانيا. ده يعمل هيزودها. Buying of IBM shares by مين اللي في الكويت هنا؟ باي كويت انفستر احمد قبيل راح اشترى الاسهم بتاع شركه اي بي ام. ده هيعمل ايه في البالانس اوف هيزوده برضه هيزوده. طيب اي يو اس اكسبورت اوف ميليتري اكويبمنت تو سعودي ارابيا. ربنا كرمكم كده، رحتوا اشتريتوا كام طياره من ايه في السعوديه؟ شباب في السعوديه اشتريتوا طيارتين ثلاثه ايه؟ فعلا رخص اليومين دول فعلا. ده كويس، ده برضه كويس يزود. هيزود. طب اكسبندتشر اوف يو اس ريزيدنت فيكيشن ان فرنس. هيحس بالفرق السياح. ده هيعمل ايه بقى؟ هيلاقي السعر، هيلاقي السعر في اليوروب زايد. لا الفلوس اللي هنا مش هو بيقول لك الناس هيصرفوا فلوسهم بره. ما انا عارف هيصرفوا بره هيلاقي غالي. هي زيها زي الامبورت هنا هتقلل. هي الفكره هنا هو بيتكلم نفسك بالظبط. انت دلوقتي لما هيصرف فلوسه بره فده هيقلل، فاهم قصدي؟ ايوه تمام كده. عشان كده المصريين ما بيسافروش في اي حته بره بلدهم. طبعا عشان كده عملوا موسم الرياضه عشان تترفه عندك وما تصرفش فلوسك بره. انت هتاخد فلوسك تطلع. الله ينور ابو حسين. حسين جاب مثال بيرفكت على فكره. والله حسين مراحت انا ما اعرفوش اصلا. لانه هو قبل وبعد كان الموضوع تمام، واللي بيقولوا ده مش صح. صح يا استاذ باسم انا معاك. صح. مع ان الترفيه اللي حصل في ابو ظبي يوم السبت اللي فات. بقول لك ايه بقى، بقول لك ايه بقى، خلينا نكمل الفيديو. بص احنا خلاص اهو، خلينا نخلص السؤال دوت وهنقفل التسجيل وبراحتكم، بس نخلص السؤال. يا تحس خليك في موسم الرياضه. الله يخليك. احنا كلامنا واحد يا استاذ محمد سواء في التسجيل. يو اس دولار هاد فيرلي فلوتنج اكسشينج ريت ماشي. وين ذا دولار هاز فيرلي كونسيدرابل ان ريليشن تو اذر كرانسي. ايه اللي هيحصل بقى؟ ماشي يعني زاد ولا نقص؟ عمل فلوتنج هيبقى ديبريشيت كده، سعره قل مش فلوتنج. هو بيقول لك ان اليو اس دولار شغال بفري فلوتنج اكسشينج ريت تمام، وسعره قل وبعدين في ايوه سعره قل او نزل ان كونسيدر ريليشن تو اذر كرنسي. ده هيعمل ايه بقى لما سعر الدولار يقل مع علاقته بالعملات الثانيه؟ التصدرات هتزيد كده، والمدفوعات البالانس بتاعها هيزيد. صح كده تمام. وهيبدا يعمل سيلف ميكانيزم كوركشن للايه للسعر بتاعه تمام. يبقى المفروض ان الاجابه اللي هتبقى صح عندنا هنا بقى، اول اجابه دي ما بيقول لك the trade account in US balance of payment is neither. خلاص مش هنكمل قرايه. capital account in US balance of payment برضو مش هنكمل. بيقول لك fill in dollars value cannot be expected. طب تعالى بص بقى، بيقول لك cheaper dollar help US exporters of domestically product produced تمام. صح دي صح؟ تمام. طيب an overvalued foreign currency exchange rate. احنا دلوقتي احنا اتفقنا ان الدوله ممكن تعمل ايه undervalued للعمله بتاعتها عشان خاطر تغلي ايه تظبط البالانس اوف بيمنت، صح كده ولا لا؟
ماشي تمام. طب لو العمله بتاعتنا ان اوفر فاليود فورين كرنسي اكسشينج ريت ده هيعمل ايه بقى؟ بص السؤال ده ممكن مش هيتبادر لذهنكم شويه، بس خلينا نتكلم في حاجه وبعد كده نرجع للسؤال. انا دلوقتي العمله بتاعتي فاليود فورين كرنسي، يعني عملتها سعرها عالي تمام. بالنسبه للحاجات اللي انا بصدرها هيبقى ايه؟ هتقل. هيعمل ايه في التصدير؟ هيقل صح. هيقل اه. طيب وبالنسبه للحاجات اللي انا بستوردها هتبقى بالنسبه لي رخيصه. هتزيد اه تمام. فالاجابه بتاعت السؤال هنا هتبقى الاجابه ايه؟ represent a tax on exports and subsidy to imports. tax هنا مش مقصود بيها ضريبه، اللي هي الضريبه عبء يعني ايه؟ عبء عبء يعني ضريبه عداء يعني على الصادرات. ايوه يعني. الله ينور عليك الله ينور عليك تمام. يعني بتمثل عبء على الحاجات اللي انت ايه هتصدرها بتاعتك تمام. سبسايدي يعني ايه؟ سبسايدي يعني دعم 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 امبورت اه تو امبورت. ما انت الحاجات اللي انت بتستوردها رخيصه صح؟ اه اوكي. والحاجات اللي انت بتصدرها غاليه 100 تمام. خلصنا كده؟ تعالى نوقف التسجيل. اه احنا خلصنا كده اول سب يونت واقف. تعالى ناخد بقى السب يونت الثاني عندنا اللي هو الانترناشونال اي تريد. باسم الحته بتاعت الابريشيشن والديبريشيشن ظبطت معاك دي ولا ايه النظام؟ هو باسم مش موجود ولا ايه؟ باسم شكله لسه ما جيش. طيب تعالى ناخد السب يونت الثاني معانا اللي هو الانترناشونال تريد تمام. طيب انترناشونال تريد ده اي ايه؟ اللي هو بيتكلم عن الشركات المالت ناشونال زي مثلا كوكاكولا وبيبسي وماكدونالدز وكنتاكي. اي شركه مالت ناشونال بتعمل انفستمنت في ايه او بتعمل فورين انفستمنت او بيسموه اف دي اي فورين دايركت انفستمنت تمام كده. طيب ايه الاسباب اللي ممكن تخلي شركه تروح تستثمر في بلد تانية مثلا؟ انت ايه متبادر لذهنكم؟ يعني خلينا نتكلم كده قبل ما نخش في الشرح، يعني كل واحد يقول كده متبادر لذهنه ايه؟ لو تاكس مثلا او ما عندهاش تاكس. نعم؟ لو ما عندهاش تاكس مثلا اصلا. لو دولة مثلا الضرايب قليلة او مثلا او مثلا ايه تاني؟ توسع مبيعاتها تعمل فاونديشن. الايه؟ تزود مبيعاتها تمام. تحصل مثلا يبقى في رو ماتيريالز موجوده في البلد دي مش موجوده في دوله ثانيه صح؟ ممكن تبقى التكلفه بتاعت التصنيع في الدوله دي ارخص زي ما بيحصل مع الصين كده صح ولا لا؟ ان معظم الدول بتروح تصنع في الصين دلوقتي صح ولا مش صح؟ صحيح تمام؟ طيب الفاليد ريزون فور اكسبنشن اوف انترناشونال بزنس بتنكلود ايه؟ في حاجات كوست اورينتد وحاجات ريفينيو اورينتد، حاجات متعلقه اللي انت بتدور ان انت تخفض تكلفتك مثلا او حاجه معينه، وحاجات متعلقه بالريفينيو. طيب زي مثلا انت بتسكيورنج نيو سورس بتاع للرو ماتيريالز بتاعتك، بتامن مصدر جديد للرو ماتيريالز بتاعتك، بتدور على اللور كوست اوف برودكشن تمام، بتدور على تشيبر انبوتس اور فيفرابل اكسشينج ريتس تمام. الحاجات اللي اللي ممكن تبقى ريفينيو اورينتد بقى اللي هي اكسبندنج انتو نيو ماركتس، بتخش في ماركتس جديد فبالتالي بتزود الايرادات بتاعتك بدل ما كنت بتاكت مثلا في مصر بس. يعني يعني انتوا صبحي كده رجع عندكم السعوديه صح كده ولا لا؟ اه يا ريس تمام. فدلوقتي بعد ما كان شغال في شبرا بس بقى شغال في شبرا والسعوديه صح ولا لا؟ طيب بيأفويد تمام بيأفويد التريد ريستراكشنز اللي ممكن تبقى مفروضه على عليك كحد بيتاجر من بره مثلا، بدل لا ده انا هصنع في مصر زي عندنا هنا في مصر كده يقول لك ايه اللي هيجي يصنع في مصر ده اتجاه السياسي بتاع البلد على عيني وعلى راسي صح ولا مش صح؟ تعالى في مصر واعمل مصانع ما صدريش الحاجه جاهزه صح ولا لا؟ تمام. فهنا بيأفويد التريد ريستراكشنز. طيب الشركه اكمباني بلاننج ا فورين انفستمنت كان ايذر حاجه من الاثنين، يعني انت ممكن تروح تشتري اسهم في شركه موجوده
purchase the stock of foreign corporation او تروح تعمل ايه make a foreign direct investment اللي هم بيسموه FDI بيسموه ايه يا شباب FDI. طيب a foreign direct investment involve buying ايه equipment. انت لما تروح تعمل شركه نفترض ان انت هتيجي تعمل شركه هنا في مصر كوكا كولا لما جت تبدا نشاطها في الاول خالص في مصر مثلا فجابت equipment تشتغل بيها ممكن تكون اشترت بيلدينج معينه عشان تخاطر الادمنستريتيف ويتحط عليها المصنع تمام او اجرتها تمام فكل ده بيمثل كوست على الشركه تمام. طب ايه الادفانتج بتاعت الدايركت فورين انفستمنت او فورين دايركت انفستمنت امكانيه اللي انت ممكن يبقى الريت بتاع الضرايب مثلا في مصر اقل من موجود في امريكا تمام الانوال ديبريشيشن اللي هينتج عن الاكويبمنت اللي انت اشتريتها والبيلدينج اللي انت ايه اشتريتها حلو بتاكسس تو فورين كابيتال سورسز بتروح مصادر جديده للكابيتال بتافويد التريد ريستراكشن اللي هي امبوزد اون فورين كومبانيز ان كاستمرز ايه ماركتس تمام. طيب تعال نبص عليهم تاني كده ونرجع للسؤال اللي ايه اللي عندنا احنا اتفقنا ان الفاليد ريزون اللي انت بتسكيور نيو سورس للرو ماتيريال متفقين معايا ولا لا؟ خليكم معايا كده عشان ما احسش ان انا لوحدي ها؟ معاك يا ريس تمام وبتسيكينج لور كوست اوف برودكشن وبتسيكينج تشيبر انبوتس اور فيفربل اكسشينج ريت وبتتوسع في اسواق جديده وبتافويد التريد ريستراكشن حلو كده؟ والادفانتج بتاعت الاف دي اي اللي انت ايه ممكن تاخد لور تاكس ان فورين نيشن والانوال ديبريشيشن اللي بيجي لك من الاكويبمنت والبيلدنج اللي انت او الاسيتس اللي انت اشتريتها عامه وبتاكسس في الفورين كابيتال سورسز وبتافويد التريد ريستراكشن برضو اللي هي بتبقى مفروضه على الفورين كومبانيز ان كاستمرز ايه ماركت. All of the following are valid reasons for expansion of international business by US multinational corporation except ايه؟ هل بتسكيور نيو سورس اوف رو ماتيريال صح ولا غلط؟ ده سبب ولا لا؟ معانا دي. طيب الاي بي بيقول لك find additional areas where the product can be successful market بتلاقي بتدور على اسواق جديده او ماركت اريا جديده البرودكت بتاعك ممكن ينجح فيها. معانا ولا مش معانا؟ لا معانا. طيب بتقلل الكوست اوف برودكشن. معانا ولا مش معانا؟ معانا. طيب protect their domestic market from competition from foreign manufacturers. لا معانا؟ لا مش معانا تمام. طيب direct foreign investment allow firm to avoid exposure to political risk. ده انت لا ده انت لما بتروح تستثمر في الدوله الاجنبيه بتتعرض للبوليتيكال ريسك بتاعها اللي انت ممكن الشركه مثلا الدوله تصادر يحصل فيها ثوره الناس يروحوا مكسرين لك الفروع بتاعتك او البوليتيكال يصادروا الحاجات بتاعتك الدوله تروح مصادره بعد الثوره دي النظام يبقى مش عاجبه الشركه ديت الشركه دي مثلا اماراتيه الشركه دي قطريه يروح ايه مخنق عليها صح ولا مش صح. The cost of exchange rate fluctuations معانا ولا مش معانا؟ معانا. Trade restriction imposed on foreign companies in customers market. لا هل ده بيمكنك الدايركت فورين انفستمنت بيخليك تافويد دي ولا لا؟ بيخليك تأفويد trade restriction المفروضة على foreign companies in customers market؟ لا ليه؟ هي سيد صح والباقي كله غلط. هي سيد صح avoid trade restriction imposed in foreign companies in customers market. رقم خمسة رقم خمسة فوق بالضبط كده. أيوه. بس الباقي ده كله مش معانا يا مستر محمد. ايوه ايوه هو بيقول لك ايه اللي بيخليك تأفويد ده مش هتأفويده ده لا ده خطر من ريسك من الريسكات اللي انت هتواجهها صح الكوست بتاعت الاكسشينج ريت فلكتشن ده خطر برضه هتقابله لكن انت هتأفويد التريد ريستراكشن صح صح تمام امين. طيب الكوست اوف كابيتال في الفورين بروجكت دي بتبقى عاليه ليه؟ يعني انت لما بتيجي تعمل فورين بروجكت الكوست اوف كابيتال بتاعته بتبقى عاليه ايه السبب؟ قال لك السبب اللي انت بيبقى عندك انكريز في الاكسشينج ريت ريسك والبرشيزنج باور باريتي تمام؟ ده بيبقى عندك انكريز فيهم
البرشيزنج باور بارتي دي هناخدها المحاضرة الجاية، بس هي فكرة بارتي كده نظرية، وفكرتها ان احنا سي مثلا انا بجيب البيج ماك من امريكا بخمسة دولار، فالمفروض لما اجي اشتريها في مصر كنظريا يعني لما لو الدنيا صوت لسه مقطوع يا شيخ محمد. لا كل حاجه متساويه هروح اشتريها. معلش انا محتاج نعيد من اول البيج ماك لان الصوت قطع. لما نيجي ناخدها عامه يعني تمام، يبقى انا عرضه للانكريز في الاكستشينج ريت ريسك البوليتيكال ريسك فروم بوسيبل من اول البيج ماك. طيب ثانيه واحده، طب كده الصوت كويس ولا لا؟ اه كويس. يلا المحاضرة خلصت الحمد لله، السلام عليكم. أي أمسية أكل في المحاضرة ما ينفعش. سامعني ولا لا؟ ده 100 100 كده. أيوه. أنا ما أعرفش ليه بيقول لي الإنترنت كونكشن إز نوت ستيبل، مش عارف إيه اللي حصل. طب ثانية واحدة كده أغير النتورك. إيه الأخبار؟ آخر حاجة سمعتوها إيه؟ بيج ماك. أنا مش فاكر كنت بقول ميج ماك، تعالى نقول من الأول طيب. الكوست اوف كابيتال في الفورين بروجكت بيج ماك رايس كنت بتقول مثلا لو هنجيبه في امريكا مثلا ب 2 دولار يبقى نظريا هتجيبه في مصر بنفس السعر بتغيير العمله. اه ده لما كنا بنتكلم على البرشيزنج باور باريتي، وقلت لكم بعد كده، قلت بعديها بقى ان احنا نخليها لما نيجي ايه نتكلم عليها تمام. طيب ثاني حاجه، انت عرضه للبوليتيكال ريسك ولا لا لما تيجي تعمل فورين دايركت انفستمنت؟ اه طبعا ممكن يقوموا عليا يعملوا الشركه، ممكن possible exploration، ممكن يصدروا الاسيتس بتاعتك مثلا تمام، فده هيأدي على نت لوسز هتحصل فين في البيرنت كومباني، صح ولا لا؟ مظبوط تمام. طيب ممكن يحصل مظاهرات في البلد ومش عارف ايه، يروحوا مولعين لك في الايه في الفروع بتاعت الشركه بتاعتك، فده هيأدي لخسائر بتاعتك تمام. ممكن الجوفرنمنت بتفرض شوية كنترولز مثلا على اللي انت ترجع البروفيت بتاعك للايه؟ لليو اس اي، للبلد بتاعت البيرنت تمام؟ ممكن يبقى القانون بتاع البلد، متهيألي ده موجود عندنا في القانون المصري، ان لازم يبقى في حد موجود مصري يمتلك اكتر من 51% من الشركه، صح ولا لا؟ ما اعرفش موجود ولا لا، بس اعتقد ان هو موجود عندنا تمام؟ اللي هي likelihood of flows required financing from certain sources such as requirement that foreign subsidiaries must be at least 51% if owned by locals، يعني 51% من الشركه يمتلكها حد ايه؟ مصري مثلا تمام؟ ده من الحاجات اللي ايه؟ المشاكل اللي ايه؟ اللي موجوده في الايه؟ في الفورين دايركت انفستمنت. الفورين اوبريشن ار مور ديفيكالت تو مانج ذان دوميستيك اوبريشن، اكيد يعني يعني انت الاسهل نفترض ان انت شركه باسم دي فتحت فرع في مصر، هل يا باسم بالنسبه لك الاسهل ان انت تدير الفرع ده لو فتح في بلد ثانيه عندك ولا لما يجي مصر؟ لما يجي مصر طبعا. تمام. طيب بس في ميزه بقى في لما تيجي تعمل فورين اوبريشن، وركز يا باسم عشان انت السؤال ده كنت بعته على الجروب. الله اكبر. الله، الانفستمنت ان فورين اوبريشن ممكن يقلل لك الريسك بتاع الدوميستيك اوبريشن. طب ازاي يا عم الكلام ده؟ قال لك لما تيجي تعمل انفستمنت في بلد يبقى في نيجاتيف كورليتد ما بينك وما بين الانفستمنت ايه بتاعك الدوميستيك، يبقى معنى كده يبقى انت كده كانك عملت هيدجنج. حلو، عملت بالانس بين هما الاثنين. ايوه عملت هيدجنج، فالريسك بتاعك هيقل. فقال لك فورين انفستمنت وذ ريتيرن نيجاتيفلي كورليتد، العلاقه الكورليتد ما بينهم علاقه سلبيه، with domestic returns mitigate the risk of domestic losses، يبقى انت لما تخسر هنا هتكسب هنا، صح كده ولا لا؟ تمام. يلا بقى، فاكر السؤال ده؟ يا استاذ باسم هي نيجاتيف بقى تبقى نيجاتيف، بس نشوف النيجاتيف فين. شوف انت بقى، انت فاكر ولا لا؟ انت كنت بعت السؤال ده على فكره. ايوه انا بعت حاجات كتير والله يا مستر محمد، مش فاكر.
وكنت اللي بعد. طيب اقرا معاك السؤال ولا اسيبكم تقروه؟ اقرا معانا. طيب بيقول لك ابريتش كومباني بقى، الشركه دي بلدها ايه؟ بريطانيا. currently has domestic operation only، دلوقتي عندها ايه؟ domestic operation، يعني شغاله في انجلترا بس، وبتخطط ان هي تستثمر equal amount of money يا اما في امريكا يا اما فين؟ China. تمام. طيب الشركه هتختار will select the country based on risk and return for its portfolio of domestic and international project taken together. حلو. فقال لك the risk reduction benefits of investing internationally based on a 50% of British led domestic operation and 50% of foreign operation. طيب انت بقى will be greatest when there is perfect. ايه هتحقق الهدف ده امتى؟ هي دلوقتي شركه بتستثمر في انجلترا بس وعايزه تستثمر يا اما في الصين يا اما في امريكا. تمام. وبيز على ايه؟ على ريسك اند ريتيرن، وعايزه يبقى في 50% عايزه تنتجيت الريسك دوت ب 50% في الدوميستيك و 50% في الفورين اوبريشن اللي هي يا الصين يا ايه؟ في امريكا. انا ايه اجابه من دول بقى بتقول الكلام ده؟ ايه؟ يبقى في بوزيتيف كورليشن بتوين البريتش ريتيرن واليو اس ريتيرن، دي مش هتنتجيت الريسك خالص، صح ولا لا؟ طيب يبقى عندي نيجاتيف، انت صح يا سعودي بس انا بتكلم عشان نكمل حل يعني. تمام. يبقى في نيجاتيف كورليشن ما بين امريكا والصين. طب انا اصلا عايز اختار واحده ما بينهم، انا عايز ما بين بريطانيا واي واحده منهم تاني. بوزيتيف كورليشن طبعا، بوزيتيف دي مش المفروض ما ابصش فيها لان هي مش هتميتيجيت الريسك معايا. تمام. فاللي هيميتيجيت الريسك ايه؟ يبقى في نيجاتيف كورليشن بين الصين وايه والبريتش ريتيرن. واضحه؟ عشان تختار واحده فيهم صح؟ ايه يعني لما يكون العلاقه بينهم نيجاتيف عشان انت تقدر تختار واحده فيهم صح؟ لا انا خلاص انا هختار دي تشاينيز. انت دلوقتي ايه من الاربعه دولت اللي هيحقق لك الهدف؟ الهدف اللي ايه اللي انت عايز تجيت الريسك ما بين الدوميستيك والفورين ايه اوبريشن؟ هيكون في نيجاتيف نيجاتيف كورليشن صح؟ طب انا دلوقتي شغال فين بس؟ انا شغال في بريطانيا. بريطانيا. فعايز بقى في يبقى النيجاتيف كورليشن ما بيني ما بين بريطانيا وما بين واحده يا الصين يا امريكا. طب انهي واحده من الاجابات دول اللي بتقول لي كده؟ ايوه تمام الاجابه دي. واضح معاك كده ولا ايه؟ زي الفل. هو المقصود يعني اللي انا فهمته من السؤال ان هو علاقتك مش مظبوطه مع تشاينا فتختار امريكا، ده المقصود؟ لا بص يا مش فاهمه. انا مش فاهم السؤال. ما هو انت احنا عايزين دلوقتي فاكر البارت، طب ارجعك انا حته ورا كده في بارت 1. اصل بي عبد الحميد بيقول لك ايه؟ بيقول لك نيجاتيف كولوريشن بتوين اليو اس والتشاينيز. طب فين العمله بتاعتك؟ مش موجوده بينهم. فالنيجاتيف لازم تكون بين العمله بتاعتك او الدوميستيك اللي انت بريطانيا واي واحده من التانيين بقى سواء يو اس او تشاينا. فهي دي هي اللي بتقول الكلام ده صح؟ لا انا عشان انا عارف عبد الحميد فين. طب صح كده ولا انا بهبد؟ لا انت صح، بس حميد جاي من بارت 1 طيب. فقد الذاكره. فانا طبعاً عايز افكر. طيب بص يا عبد الحميد، عارف ان انا حاجز امتحان واموري تمام. فاكر الكورليشن اند ريجريشن؟ ايوه تمام. طيب لما بتاع بارت 1 معامل الارتباط. ايوه تمام. فمثلا احنا دلوقتي لما لو انت قلنا يا اما العلاقه دي يا اما تبقى بوزيتيف يا اما تبقى نيجاتيف صح؟ والعلاقه دي كلها بتتراوح ما بين واحد وسالب واحد صح ولا لا لو تفتكر؟ صح. وقلنا لو واحد بتبقى بوزيتيف كورليشن ولو سالب واحد بتبقى نيجاتيف كورليشن. ولو العلاقه صح. لو هي واحد معناها ايه؟ معناها مثلا لو المبيعات بتاعت ده زادت ب 50% اللي هي بوزيتيف كورليشن، يبقى المبيعات بتاعت خلينا مثلا نقول دي بريطانيا ودي يو اس اي او الصين اي حاجه بقى فيهم تشاينا مثلا. فلو العلاقه بوزيتيف كورليشن فلو المبيعات هنا زادت ب 50% هنا هتزيد كمان ب 50% صح؟ صح. ولو علاقه بيرفكت نيجاتيف كورليشن يبقى المبيعات هنا لما هتزيد ب 50% هنا هتقل بكام؟ نفس النسبه 50 ب 50%. وهنا الراجل عايز يعمل ايه؟ هو عايز يعمل عايز يمتجيت الريسك. حلو؟ بمعنى ايه؟
بمعنى لما يحصل هنا يبقى المبيعات تقل، يبقى تعوضها زياده في المبيعات على الناحيه الثانيه. تمام صحيح. فهو عايز يختار نيجاتيف كوريليشن ما بين بريطانيا واي بلد ثانيه سواء كانت امريكا او الصين عشان يحقق له الهدف بتاعه ده. فهمت؟ تمام تمام. عشان كده احنا اخترنا نيجاتيف كوريليشن ما بين الصين وبريطانيا، لكن الاجابه بيها هو بيقول لك نيجاتيف كوريليشن بس ما بين الصين وامريكا ولا امريكا والصين، هل ده يفرق معايا في حاجه؟ لا مش دي قريبه من الفكره، مش دي قريبه من الفكره بتاعت البورتفوليو ان انت بتخلي عندك اسهم نيجاتيف علشان تقلل الدايفرسيفيكيشن. بالظبط كده الدايفرسيفيكيشن بالظبط. الله ينور عليك. تمام. طيب بص بقى، في حاجه اسمها اي دي ارز، امريكان ديبوزيتري ريسيتس. حلو كده. طيب دلوقتي الاي دي ارز ده معمول ليه؟ قال لك ده معمول عشان خاطر الناس المستثمرين اللي هم الامريكان يقدروا يستثمروا في الفورين ايه كومبانيز. تمام. طيب بمعنى ايه اصح؟ بمعنى اصح اللي انت بتيجي انت راجل انفستور اهو، ودي شركه فرنساوي مثلا. حلو كده. طيب الشركه دي عايزه تستثمر فين؟ في امريكا. وانت كراجل انفستور عايز تروح تستثمر في الشركه ديت اللي هي ايه مش موجوده في امريكا، صح؟ في حاجه عملوها بتسهل لك الموضوع ده اللي هي الايه الاي دي ارز دوت. تمام. الشركه دي بتيجي تروح مديه اسهمها لبنك معين، البنك ده بيبيع الاسهم بتاعتها في السكندري ماركت، فالانفستور الامريكاني يقدروا يستثمروا في الشركه اللي هي موجوده في فرنسا ديت من غير ما اسهم الشركه دي تتداول في فرنسا. وفي نفس الوقت الشركه الفرنساوي دي بتقدر ترفع راس مالها عن طريق الشركه اللي عن طريق المستثمرين الامريكان اللي بييجوا ايه يستثمروا فيهم. فبيجي الراجل الانفستور الامريكاني ده كده يروح للبروكر اللي هو البنك كده وبيشتري منهم ايه اي دي ارز دي في اليو اس ماركت. تمام. وده بيالاوز بيبل تو انفست ايه ان فورين كومبانيز، وفي نفس الوقت بيالاو الفورين كومبانيز اللي هي تبيع اسهمها فين؟ في امريكا. تمام. كده فهمنا ايه هو الاي دي ارز ولا لا؟ هنقرا الكلام اللي مكتوب دلوقتي بس فهمنا ايه هو فكرته؟ ها؟ لا ممكن تاني يا مستر؟ ما حدش فاهم؟ تاني تاني يا استاذ محمد. طيب انت دلوقتي، انا دلوقتي الشركه موجوده في فرنسا. حلو؟ عايز ابيع الاسهم بتاعتي في امريكا. وفي نفس الوقت مش عايز اخش في السكيورتي، مش عايز اطرح اسهمي في البورصه هناك. فبعمل ايه؟ بروح بعمل ديل مع بنك كده ان هو بيبيع لي اي دي ارز، بيصدر لي اي دي ارز. تمام. الاي دي ارز دوت بيروح بيبقى عباره عن اسهم في الشركه الفرنساوي ديت، بيشتري له الناس الامريكان المستثمرين اليو اس انفستورز من البنك. تمام. فده اتاح للراجل للانفستور الامريكان انفستور او اليو اس انفستورز اللي هو يستثمر في الشركه اللي موجوده في فرنسا، ماشي؟ وفي نفس الوقت اتاح للشركه اللي هي فرنسا دي ان هي ترفع راس مالها عن طريق الايه الاسهم اللي هي باعتها في امريكا من غير ما تخش البورصه الامريكيه. تمام. تمام. المكتوب طالما انتم مش فاهمين من الشرح ده. ده خلاص. تمام تمام وصلت كده. طيب الاي دي ارز ده بيريبريزنت ا ميثود باي ويتش فورين كومباني كان بارتيسيبيتس ان يو اس ماركتس وذاوت هافينج تو جو ثرو فورما اس اي سي share registration process to sell its shares publicly in the USA. تمام كده. يبقى هي طريقه من خلالها الفورين كومباني بتقدر تشارك في اليو اس ماركت من غير having to go through a formal SEC share registration process. حلو كده. The foreign company deposits some of its shares with a bank. بتاخد بعض الاسهم بتاعتها وتحطها في بنك. And the bank then issues a EDRs. البنك بيصدر الايه؟ ال EDRs. اللي هو which represents the ايه؟ the shares of the foreign company that the bank holds. ده ال EDRs ده بيمثل الاسهم بتاعت الشركه الاجنبيه ان البنك ايه؟ holds معاها. طب ال EDRs can then be traded in a US secondary markets. يبقى ساعتها ال EDRs ده هيتداول في ال US secondary markets والانفستور هيقدروا ايه؟ يشتروه. As a result, a foreign company can participate in US capital market without having to go through all formal procedure. يبقى في نتيجة لكده الشركة ديت قدرت ان هي تشارك في US
كابيتال ماركت من غير ما تحتاج ان هي تخش في البروسيجر بتاعت الايه الاس اي سي. لغايه كده مفهوم ولا لا؟ تمام. طيب زي اي ار ذا شيرز ذن تريد اون يو اس ستوك اكسشينج. حلو. وير ذا كومباني دلوقتي الاي دي ار ده بيتباع فين؟ في اليو اس ستوك اكسشينج. بس الشركه دي موجوده فين؟ في الفورين ستوك ماركتس اللي احنا اتفقنا فرنسا، صح كده ولا لا؟ يبقى الاي دي ارز بيالاو الامريكانز تو انفست ابرود اند فورنرز تو رايز كابيتال في ايه؟ في اليو اس اي. يبقى الاي دي ارز ده بيالاو الانفستور الامريكان ده اللي هو انفست في الشركه مش موجوده في امريكا اصلا، وفي نفس الوقت بيالاو الشركه ديت ان هي ترايز الكابيتال بتاعها في ايه؟ في اليو اس. فهمنا فكره الاي دي ارز كده؟ صباح الخير. انا تمام. طب حل السؤال ده. المفروض السؤال يتحل في ثانيه. سي ازاي يا راجل؟ طيب مش هنلاقوا الفورينرز تو ريس كابيتال ان ايه؟ هو بيقول لك ايه اللي غلط؟ ايه تمام. بص يا جماعه، بيقول لك الاي دي ار فاسيليتيت بنك بروسيجر فور يو اس اي مالتي ناشونال فيرمز. احنا اصلا بنتكلم عن على ايه؟ على يو اس اي مالتي ناشونال فيرم ولا شركات الاجنبيه؟ فولس. اي معلش اتس فولس. اي ماشي، انا اسف، انا ما قريتش السؤال مش الاجابات. تمام. طيب بي بتقول لك ايه؟ اي دي ار بيالاو امريكان تو انفست. كلهم صح. رود دي صح. صح، اصلا الناس كلها اختارت دي. طب الاي دي ار بيالاو فورنر تو رايز كابيتال ان يو اس. مظبوط. صح. تقدر. طب الاي دي ار سيكيورتيز ايشود باي امريكان بانكس اكتنج اس كاستاديانز اوف تشير اوف فورين فيرمز. دي صح. أيوة. صح كده ولا لا؟ صحيح. شاهين الدنيا تمام ولا لا؟ ازيك الاول، عامل ايه؟ بس هي بتصدر من امريكان بانك. ايوه اهو. تاني مش بس بروكر، بس سام اوف اتس. ما هو احنا قلت بروكر ده البنك. هو البروكر دور، ما هو الامريكان بانك، هو البنك. البروكر ده هو الامريكان بانك اللي داخل في النص. طيب تمام اهو البنك ايش دي دي ار. شاهين تمام؟ تمام والله يا باشا. تمام. ايه اخبارك؟ ايه عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. والله تمام، والله الحمد لله. يا رب دايما حبيبي يا باشا. طيب المالتي ناشونال كوربريشنز بقى او الام ان سيز دي او بيسموها الام ان ايز كده كتير. والله مستر كتير كده كتير. احنا لسه هنعرف ايه ولا ايه؟ لا اي دي ار اس وام ان سي اس و هم اس في الموضوع هم اس بس. يلا اتفضل كمل. ار ا لارج كومباني ذات هاف اوبريشن ان مور ذان وان كونتري زي بيبسي وكوكا كولا وماكدونالدز والكلام ده كله. These are usually very large companies well known with their area of operation for many countries. تمام؟ كلام كله متبادر للذهن اهو. For many countries the MNEs دي represent a large part of their country's economies. تمام؟ يعني انت مثلا هل متخيل ان بيبسي وكوكا كولا ما بيمثلوش جزء كبير من الاقتصاد المصري مثلا او الاقتصاد الامريكي؟ ها؟ أكيد. حد عنده اعتراض؟ بيمثلوا. لا. وفي لارج امبلويرز شغالين فيهم. صحيح. طيب والجنرال قال لك ذا افكت بتاع المالتي ناشونال كومبانيز دي بيبقى بوزيتيف على الايكونومي بتاع العالم كله، مش بتاع البلد اللي يعني بتاع العالم كله. They tend to bring efficiency of scale of large operation and more efficient distribution للنتورك بتاعتها. As a result, more products are available around
war for long senior. يعني بقى فيه مور برودكت متاح باسعار قليله. طيب المالتي ناشونال كوبريشن دي بتبقى فيه شركه اللي هي الهوست كومباني والهوم الهوست كونتري والهوم كونتري. يعني احنا مثلا لو خدنا مثال زي كوكاكولا ومصر، مين الهوم كونتري بتاع كوكاكولا؟ امريكا. مين الهوست كونتري؟ مصر. تمام، يبقى في افكت على مصر اللي هي الهوست كونتري وفي افكت على امريكا اللي هي الهوم كونتري، بس الايفكت ده مش دايما بيبقى بوزيتيف، ساعات بيبقى بوزيتيف وساعات بيبقى ايه نيجاتيف، صح كده ولا لا؟ طيب تعالى ناخد الادفانتج والديس ادفانتج على الهوم كونتري وبعد كده ناخدهم على الايه على الهوست كونتري. طيب احنا اتفقنا ان احنا المثال بتاعنا وبعدين شركه ايه كوكاكولا، تمام. طيب فالهوم كونتري بتاعنا يو اس اي. طيب ايه الميزه اللي ممكن تيجي عليها؟ قال لك الهاير بروفيت of multinational corporation which leads to higher taxes collected in the home country. مش كوكولا دي بتكسب كتير في كل البلاد اللي هي بتستثمر فيها؟ مش في الاخر الربح ده المفروض بيروح كله للبيرنت؟ فده هيعمل ايه؟ higher profit اللي الشركه كوكولا دي بتكسبه هينتج عنه higher ايه؟ tax collected. وفي الاخر ده كله هيروح فين؟ للهوم كونتري. صح؟ صح. طيب المالتيناشونال كوبريشن may bring positive balance of trade through its exports. انت ممكن تصدر raw materials وحاجات للهوست كونتري اللي هي مثلا اللي هتشتغلوا بيها في مصر، فده هيعمل ايه في البالانس اوف تريد لامريكا؟ بوزيتيف. صح؟ طيب ثالث حاجه قال لك improved earnings and exports of product to foreign subsidiaries. تمام؟ هي امبروف الاير والاكسبورت اوف برودكتس للفورن ايه سبسيدري، وبيمبروف الابيليتي بتاعتك تو اوبتين سكيرس اوف ريسورسز. نفترض مثلا اللي هو احنا عندنا رو ماتيريال معينه، الماده اللي بيتعمل منها الازاز مثلا مش موجوده غير في مصر، تمام. فيبقى هيقدر يحصل على الماده اللي بيتعمل منها الازاز بتاعت حاجه الساعه الازاز دي من مصر هنا بمصدر اكيد هيبقى ارخص له، صح ولا مش صح؟ تمام. طيب ايه الديس ادفانتج بقى اللي ممكن تحصل؟ طيب الديس ادفانتج اللي ممكن تحصل، انت دلوقتي بعد ما كنت بتصنع كل شغلك في امريكا مثلا وبتصدره، هتفتح مصنع في مصر وهتصدر وهتصنع الحاجات بتاعت مصر في مصر، صح كده ولا لا؟ فبالتالي ده ممكن يعمل ايه؟ في ناس هتخسر وظائفها انت مش هتحتاجهم، صح؟ تمام. وبعد ما كان الريفني ده كله بيجي لك هناك، انت بيجي لك بروفيت مثلا بس، مع ان في امريكا بيخليك تحول، يعني لما بيجي حاسبك ضريبيا كشركه بيخليك تحول كل الريفني اللي انت عملته وبعد كده بيخصم لك الضرايب اللي انت دفعتها في البلد الثانيه وبيحاسبك على الضرايب بتاعته، تمام. بس في احنا بنتكلم بشكل عام على الدول كلها، فانت بتلوس الجوبس وممكن ايه تلوس التاكس ريفينيوز. طب ما كده البنفيت عكس ال ليميتيشن. ما طبيعي ان البنفيتس بعكس الليميتيشن. لا في حته التاكس، يعني هاير فوق وبعدين هنا لا. لا ما هنا 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 انت التاكس هنا فوق ايه؟ هاير تاكس كولكتد على في ايه؟ في الهوم كونتري على البروفيت بتاعك. على الايه؟ البروفيت. تمام؟ مش ده انت هتحصل تاكس على البروفيت، لكن هنا على الريفينيو. ما هو هنا فاهم الفرق؟ هنا البروفيت ضريبه ده على البروفيت عاطف، وده على ضريبه المبيعات على العراق كله. على العراق كله. تمام. طيب الانستابيليتي كوزد باي ريديوس فليكسيبيليتي اوف اوبريشن ان فورين بوليتيكال سيستم اند ذا ريسك اوف اكسبلوريشن. انت دلوقتي كشركه بيرنت موجوده في يو اس اي، وجينا مصر هنا الدنيا مش مستقره فيها، بس الحمد لله احنا الدنيا مستقره عندنا واحنا وزي الفل. يعني بتكلم يعني خلينا ناخد بلد تاني بقى، دوله افريقيه، السنغال اللي كسبتنا، ماشي. ففي مشاكل فيها وايه وبوليتيكال بروبلم هناك وايه
صدروا الاصول بتاعه الشركه كلها وقالوا لك مالكش عندنا حاجه. ففي الحاله دي انت ايه كبيرنت خسرت الفلوس دي كلها، صح ولا مش صح؟ فده هياثر على ادائك في الهوم كونتري، وهياثر على الهوم كونتري ذات نفسها كمان، لان انت خرجت فلوس فقللت من البالانس تريد وما رجعتش حاجه تاني، صح ولا لا؟ طيب الكومبتيتيف ادفانتج اوف مالتي ناشونالز اوفر دوميستيك ريفيلز. هنا بقى ناخد المثال بتاعنا بتاع صبحي كابر، تمام؟ ثانيه واحده. يعني مثلا استاذ باسم دلوقتي نفترض ان هم اشتروا البيك بتاع الفراخ، تمام؟ ان هم بيبيعوا فراخ كده، فعملوا توسع وعملوا اكوزيشن على البيك، حلو كده. طيب باسم ده بيسموه فيرتيكال ولا هوريزونتال لما انت تستحوذ على البيك؟ افقي، هوريزونتال. لا فيرتيكال، باسم بيبيع الفراخ ذات نفسها. اوكي اوكي، افتكر باسم مطعم، افتكر مطعم زيه. اوكي ماشي. لا لا باسم مش مطعم. بس محمد على فكره انت جبت مثال حقيقي. ايوه بجد، الف مبروك. لا ما اعرفش، احنا متعودين عليهم. لا احنا الف مبروك يا باسم، الف مبروك. لا 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 احنا وسبلاي بس، احنا وسبلاي بس يا جماعه استنوا بس. يلا اعترف اعترف دلوقتي. اي وسبلاي بس. لا يلا كم. فباسم مثلا بيورد للبيك، فعمل اكوزيشن على البيك، تمام؟ وخلاص عمل ميرج وكده وخده، المهم يعني. فايه وقال الدنيا تمام والبيك شغال زي الفل، راح نطت لهم مين يا باشا عنك؟ صبحي كابر. تمام. فراح مبوظ الدنيا في المنافسه، صح ولا مش صح؟ بس صبحي كابر غير البيك خالص يعني، مش مشكله. كنتاكي كنتاكي دخل كنتاكي، دخل كنتاكي. لا ما هو كنتاكي من زمان مش مؤثر عليه، احنا عايزين حاجه شعبي كده. تمام. طيب المهم البنفيتس بتاعت روتس الهوست كونتري بقى هتنكلود ايه بقى؟ اللوكال جوب ار كرييتد باي ايه؟ مالتي ناشونال كومبانيز. طب طبيعي لما الشركه بتيجي تفتح في مصر هتبني مصنع، هتحتاج ناس تشتغل، فده هيعمل ايه؟ هيكرييت ايه؟ لوكال جوب، صح ولا لا؟ اه صح. الشركه هتيجي هتستثمر فلوس جديده، نيو انفستمنت اوف كابيتال والتكنولوجي والمانجمنت ابيليتيز. اكيد الناس اللي حتى هتشتغل مع الشركه الاجنبيه دي هتتعلم منهم حاجات جديده، هتعرف التكنولوجيا بتاعتهم، صح؟ possible improve the balance of trade، النتيجة اللي انت هتصدر المنتجات اللي انت ممكن تنتجها دي لبلد تاني، صح ولا لا؟ طيب stimulation of competition increase tax revenue and higher standard of living، تمام؟ طيب ال adverse effect بقى للهوست كونتري بقى، قال لك ده agreement، ممكن يبقى في agreement تتعامل ما بين الدولة وبين شركه كوكولا دي يسمح لها ان هي تحول فلوسها بقى ايه الارباح بتاعتها كلها لامريكا. The agreement between the company in the host country and head office may lead the most to most of cash and profit generated in host country being sent to home country. فده هيأثر بالسلب على ايه؟ على الهوست كونتري، صح؟ وممكن يبقى في setting of transfer pricing among subsidiaries so the profit will be earned where tax are lowest. يعني ممكن الشركات مع بعضها البرنت او السبسيدري، الكلام ده حتى اتكلمنا فيه في بارت 1 واتكلمنا فيه كذا مره قبل كده، ان هم يحطوا ترانسفير برايس معين بحيث ان هو يحول الربح بتاعه للبلد اللي فيها ضرائب اقل. يعني انا مثلا الضرايب في مصر هنا اقل 20%، فجاه ابيع لك مثلا حاجه اروح اعمل لك عليها اوفر برايسنج، تمام؟ وتجي لك هنا في مصر بتكلفه عاليه، فانت هتدفع عليها لما تيجي، يعني هو دلوقتي حولها بسعر عالي هناك من امريكا، فيدفع، فالربح بتاعها هيقل هناك ويجيبها هنا في مصر، فالربح هنا يدفع ضريبه اقل، تمام؟ فحول الربح بتاعه معظمه للبلد الضرايب فيها اقل. يعني زي نظام مثلا الدول ريت او كده، صح؟ الدول ريت بتاع ايه؟ اللي هو الدول ريت. الدول ريت نوع من من انواع الترانسفير برايسنج، بس هو بيتكلم هنا ان هو بيعمل ترانسفير برايسنج ما بين البيرن والسبسيدري بحيث ان هو يحول ارباحه
في البلد اللي فيها سعر ريت ضرايب اقل، تاكس ريت قليل، فاهم قصدي؟ تمام تمام، نفس الفكره يعني. تمام تمام. طيب الشركات المالتي ناشونال بقى اللي موجوده عندك دي ممكن تخش في حاجات انتي كومبتيتيف اكتيفيتيز، اللي هو يعمل ايه، يعملوا كارتيرز مثلا، يتكتلوا على الشركات المحليه عشان يقفلوها ويخلوها ما تشتغلش وهم ايه وهم شغالين. دي برضو من الاضرار اللي ممكن تجي لك من في الهوست ايه كونتري. تمام، يلا نحل السؤال ده. بيقولك في شركة موجودة في بلجيكا بتصنع البرودكت بتاعتها كلها في مصنع دوميستيك بلانت، وبتصدرها كلها فين؟ اليو اس. ليه؟ بيقولك سينس ات ليست اكسبنسيف ان هي تنتج البضاعة بتاعتها في الهوم ايه كونتري. تمام. طب الشركة دلوقتي بتكونسيدرنج امكانية ان هي تسيتنج بلانت موجود، تعمل مصنع فين؟ في امريكا. وبيقول لك كل دول عوامل ممكن تشجع الشركه البلجيكيه دي ان هي تروح تعمل المصنع بتاعها في امريكا ما عدا ايه؟ اكسبت مين؟ طيب اول حاجه بيقول لك ان في اكسبكتيشن اوف مور استرينجنت تريد ريستراكشن باي ذا يو اس. امريكا هتفرض تريد ريستراكشن جامده على الشركه ديت، يبقى دي هتشجع ان هي تعمل مصنع ولا مش هتشجع ان هي تعمل مصنع في امريكا؟ لا لا، تريد دي مقصود بيها، بص يا سعود، تريد دي مقصود بيها للشركات اللي هي هتتاجر من بره، فاهم قصدي؟ فهنا التريد يعني بتسهل لها هي المنافسه اكتر. ايه؟ بتسهل لها هي المنافسه، يعني هي بتعمل ستريكشن على الشركات الثانيه. ما زي ما جيت شرحت لكم كده، قلت لك مثلا دلوقتي لما جه الرئيس بتاعنا قال لك يا باشا انت عايزين تصنعوا في مصر، تعالوا صنعوا في مصر، مش هتصدروا لي منتج تم التصنيع، صح كده ولا مش صح؟ ده تريد ريستراكشن ولا مش تريد ريستراكشن؟ ايش ده هيخلي، ده هيبقى عندك لو انت شايف ان مصر بالنسبه لك سوق كويس وتبيع فيه كتير، هيخلي عندك دافع ان انت تعمل مصنع في مصر ولا مش هيخلي عندك دافع؟ هيخلي عندي دافع. تمام. فبيقول لك هنا اكسبكتيشن اوف مور، يعني هنا بقى اه خلاص هنا طلع عندهم الرئيس بتاعهم وقال الكلام ده، هل ساعتها هي الشركه دي هيبقى عندها حافز البلجيكيه دي ان هي تعمل مصنع في امريكا ولا لا؟ عندها حافز. طيب لما بيحصل ديبريشيشن في يو اس دولار اجينست الايه الكرنسي بتاعت بلجيكا، ده حافز ولا مش حافز؟ حافز حافز طبعا. وايدنج اوف ذا جاب in production costs between the United States and Belgium locations. الجاب احنا اتفقنا هي بتنتج ليه في بلجيكا عشان خاطر ايه؟ ارخص لها ان هي تنتج في بلجيكا. طب لما الجاب دي تكبر هيبقى ده حافز يخليها تستثمر في امريكا تروح تعمل مصنع هناك؟ لو امريكا ارخص. لا خلينا في السي، بيقول لك widening of the gap in production cost، الجاب بتاعت البرودكشن كوست between the United States and the Belgian location. وهنا البرودكشن كوست كانت ايه؟ كانت انا ارخص فين؟ في بلجيكا. بلجيكا ارخص. اه لما الجاب تكبر هدي هتشجعك ولا مش هتشجعك؟ هو انا فهمتها ان هي هتبقى ارخص في يو اس عشان كده اخترتها سي. ده هو شجعني. اكسبت يا عاطف. انا فاهم. الجاب كبرت. الجاب كبرت يعني التكلفه، يعني معنى كده ان بلجيكا بقت ارخص وامريكا اغلى. ما هي بلجيكا كده كده ارخص بس الجاب دي وسعت اكتر، الموضوع زاد يعني، فاهمني؟ بقت ارخص. ايوه ده مش هيشجعني صح ولا لا؟ لا اه صح. تمام. طب حصل تشينجينج الديماند فور كومبانيز اكسبورتس تو يو اس اي ديو تو اكسشينج ريت فلكتويشنز.
ده حاجه المفروض هتشجع، المفروض اللي هي الاجابه سي، ان هو بيقول لك ان الجاب كبرت ما بين ما بين البرودكشن كوست ما بين امريكا وبلجيكا، فده هيخليني ارجع في القرار بتاعي. صح ولا مش صح؟ انتوا الدنيا معاك واضحه ولا ايه؟ القصه كلها في ان في السطر رقم 2 بيقول لك ان هو امريكا ليس اكسبنسيف تو برودكت ات هوم. ايه؟ بيقول لك ان اليو اس ذا يو اس سينس ات از ليس اكسبنسيف تو برودكت ات هوم. هي تمام، هي ارخص لها ان هي تنتج فين؟ ات هوم اللي هي بلجيكا سعودي. بلجيكا عنت سعودي. هو بيقول لك ومن ذلك ان هي ارخص لها ان هي تنتج في بلجيكا. هو حط لك نقطة يعني بيبدأ يعني كلام جديد. السؤال نضيف عشان انا ايه؟ عشان تعبت. بص يا سعودي اتفضل. الشركة دي شركة بلجيكية، حلو كده؟ بتصنع كل منتجاتها فين؟ في مصنع محلي. يبقى المصنع ده موجود فين؟ بلجيكا. بتصدره كله لفين؟ لأمريكا. يا أمريكا. هو فين بقى كده؟ تمام؟ بيقول لك since it is less expensive to produce at home، يبقى هي أرخص لها إن هي تنتج فين؟ at home، والهوم بتاعها هو إيه؟ بلجيكا. حلو كده؟ يبقى معنى كده إن البرودكشن كوست في أمريكا في بلجيكا أرخص من أمريكا، متفقين؟ ماشي؟ تمام. الشركة دلوقتي بتفكر في إيه بقى؟ بتفكر في إمكانية إن هي تروح تعمل مصنع في أمريكا. ماشي؟ وقف هنا. وراح قايل لك كل دولت ممكن يبقوا عوامل تخليك تشجعك اللي انت تعمل المصنع في امريكا ما عدا ايه. طيب احنا متفقين ان الشركه ارخص لها ان هي تنتج فين؟ في بلجيكا. طب لو الجاب دي كبرت، هل دي هتخليك تتشجع اللي انت تعمل تنتج في امريكا؟ مش هتاخد القرار بقى. صح؟ بس كده الموضوع بمنتهى البساطه. طيب ايه بقى الطرق؟ احنا دلوقتي عايزين نعمل مالتي ناشونال او ميثود اوف فاينانسنج انترناشونال تريد. هنعمل انترناشونال تريد، ايه الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان نفاينانس الانترناشونال تريد بتاعنا ده؟ تمام؟ قال لك البيمنت فور انترناشونال ترانزاكشن از مور كومبلكس ذان دوميستيك بيمنتس. ليه؟ لان كل واحد موجود في ايه؟ في بلد ثانيه. قال لك بوث ذا باير اند ذا سيلر هاف مور ريسكز، الاثنين بياخدوا ريسك عالي. ليه؟ لان الفيزيكال ديستنس انفولفد، كل واحد موجود في بلد ثانيه. طيب الباير الراجل ده عايز يطمن ان بضاعته هتوصل له في الوقت المناسب، تمام، والاكسبتابل كونديشن بتاعتها. والراجل السيلر عايز يطمن ان هو ياخد الفلوس من الراجل الباير ده، تمام. فبيعملوا ايه؟ قال لك في عندنا طرق هناخدها. هما بيعملوها اول حاجه قال لك البري بيمنت. انا دلوقتي لما اجي اصدر لحد موجود في دوله ثانيه هقول له يا باشا لا انت اول مره تشتغل، وده في الغالب مع ناس اول مره تشتغل معاهم، انت تدفع لي مقدم، تمام. فقال لك when pre payment is made for goods، الراجل لما يدفع لك مقدم، هل هنا الراجل السيلر ده عنده ريسك ساعتها؟ لا، هو خد فلوسه. خد فلوسه، فقال لك the risk to the seller is eliminated، بس الراجل الباير هو اللي لابس يعني في الايه؟ في الريسك. ما خدش حاجه كده. بالظبط، تمام. فقال لك pre payment is usually used when seller is working with new customer for first time، تمام. طيب بعد ما الراجل بقى بيشتغل معاك كده وخلاص انت اطمنت له اشتغل معاك سنتين ثلاثه، ممكن تعمل له ايه؟ open account. open account، بس في حاله الاوبن اكاونت الريسك هنا بقى موجود عند مين؟ عند السيلر او الاكسبورتر، صح؟ لان هو بيشحن البضاعه وبيديها للباير وهو ما خدش ولا مليم. هنا يا مستر محمد، هنا يا ريس، هو مش ممنشن اي حاجه تسكيور العمليه، يعني انت فاهمني؟ أيوة. يعني انا ما هدفع مثلا الفلوس كلها وانا ما خدتش اي دليفري حصل، طب ايه اللي يضمن لي؟ فاهمني؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه في البراكتس. مثلا احنا انا عندي في الشركه القديمه انا في اوقات كنت ببقى استورد حاجات مثلا، فكان يجي يقول لي اعمل لي واير ترانسفير، حلو، وشركات بتبقى شركات كبيره. طب افتح لك اي سي، يقول لك لا انا ما بشتغلش بالاي سي، انا عايز واير ترانسفير. فكنا بنجيب مانجمنت ابروفال مثلا عشان الناس اللي طالبه الحاجات ديت، وكنا بنعمل واير ترانسفير. ما هو الواير ترانسفير ده بري بيمنت، انت دفعت الفلوس والبضاعه توصل لك بعد شهرين. الصينيين هم اللي بيطلبوا الحوارات دي.
برضو كان موضوع في اليابان، كنا اسانسيرات برضو كنا بنعمل فيها كده، ومحولات برضو كنا بنعمل فيها كده. وحاليا في مصر كلها كده محولات. محولات دي اللي هي ايه يا مستر محمد؟ الترانسفورمر. طب ليه ما بتجيبهاش من مصر؟ اليو بي اس ما اعرفش بقى ساعتها كانوا بيشتروا من بره ليه. ترجع وانت تجيب لك يا استاذ محمد. لا انا عارف عاطف قصده ايه، انا فاهم. طب خلينا في الحته بتاعت السكيورتي بقى. تمام. فالاوبن اكاونت هنا عكس البري بيمنت، الريسك هنا بيتحول لمين؟ الراجل الاكسبورتر، ان هو بيحول البضاعه، بمجرد الراجل استلم البضاعه بيمدله ان هو خد الايه على الفاتوره ان هو استلم البضاعه بس. تمام. فقال لك ذا اكسبورتر اللي هو السيلر از نوت اشورد اوف بيمنت، ان الراجل الامبورتر ده هيدفع له، فالراجل ده حصل له ديفولت هيلبس هو ايه في الحيط. فبيقول لك ان الارينجمنت اللي هي زي كده most likely if parties have previously transacted business، يعني لما بيحصل معاه متعامل كبير جدا ممكن ايه يحول له من غير ما ياخد منه فلوس. حلو. طيب في حاجه بقى تانية اسمها سايت اوف سايت درافت او بيل اوف اكسشينج. تمام. طيب عباره عن ايه دي بقى؟ قال لك ان الراجل الاكسبورتر ده او السيلر بيليوز السايت درافت تو اوبتين بيمنت from an importer او الباير. تمام. الاكسبورتر hold the title to shipping goods until the importer buyer has received the shipment and paid for it. The side draft and shipping document are sent to the importer bank which remits payment to exporter. يعني بملخص الموضوع ده، السايد درافت ده الراجل بيشحن لك البضاعه ويروح باعت لك الورق بتاعها على البنك بتاعك. تمام. هي انا شايفها شبه الليتر اوف كريدت، بس هو حاطط الليتر اوف كريدت لوحده. لا هي حاجه هي حاجه ضمن الليتر اوف كريدت. يعني انت بيكون عندك بيكون عندك البيمنت. ايوه قول. من ضمن الشروط بتاعت ال سي لو هو بيتكلم بيقول لك باي ديفيرد بيمنت. تمام. ده ما بتحتاجش لدرافت او البيل اوف اكسشينج. لكن لو قال لك باي نيجوشيشن ولا باي اكسبتنس لازم تبروفايد البيل اوف اكسشينج دي، ولازم بتتبعت بفورم معينه عن طريق البنك بتاعك للبنك بتاعهم ويوقعوها ويردوها عشان العمليه تتم يعني. ولو ما بعتهاش بيحصل ديسكريبنسي. تمام. وفي الحاله دي الفلوس ما بتدفعش. العمليه ما بتتمش. تمام. يبقى هنا في السايت اوف درافت زي ما عاطف ما قال كده، الفرق هنا الراجل بيشحن البضاعه وبيبعت الورق ايه للبنك. تمام. فهو دلوقتي ما عندوش الايه، ما عندوش الحيازه على البضاعه، بس الليجل تايتل هو ستيل ريتين محتفظ بيه، مش هيحول الليجل تايتل لما ياخد فلوسه. تمام. الكاونتر تريد دي عباره عن مقايضه، ومختصر الكلام انت بدل ما تشتري البضاعه بفلوس بتروح ايه مبدل بضاعه قصاد بضاعه، هو بيشحن لك بضاعة وانت ايه تشحن له بضاعة. المقايضة يعني. المقايضة. تمام. طيب الفاكتورينج بقى، في حاجة اسمها كروس برودر فاكتورينج. ده عبارة عن ايه؟ ان انت ده راجل فاكتور، وهو نفس الكلام اللي اتكلمناه عن الفاكتور قبل كده. قال لك افاكتور بيشتري الريسيفبل بتاعتك وبيأسيوم ايه الريسك بتاع الكوليكشن بتاعك. تمام. وقال لك ان اكسبورتر might use cross border factoring which involves selling the receivable for the sale to third party اللي هو الفاكتور or a factor. الاكسبورتر can eliminate الريسك بتاع الريسيفبل ده not being paid if it's a sale receivable بتاعته factoring with ايه with recourse. تمام. ده اسمه ايه بقى الفاكتورنج؟ اسمه ايه؟ cross border factoring. تمام. الليتر اوف كريدت كلنا عارفينه طبعا. الكومرشال ليتر اوف كريدت ده عباره عن جرانتي بيصدر من البنك بتاعك وبيروح البنك بتاع الراجل اللي هو انت اللي هو الاكسبورتر. تمام. وانت الامبورتر بيصدر الليتر اوف كريدت بيصدر من عندك للاكسبورتر، والبنك بيخاطب البنك بتاعه وبيوري له الشروط بتاعه الليتر اوف كريدت، وبناء عليه بيتم الدفع طبقا للشروط دي.
تحب تضيف حاجه يا استاذ عاطف؟ لان انت الجزء ده شغلك تقريبا. لا يا ريس، لا كان حاجه ضمن شغلي يعني. طب قول بس لو عايز تضيف حاجه. لا لا لا، ما هو ما هو ما فيش حاجه يعني، ما فيش حاجه زياده يعني. البانكرز اكسبتنس متهيألي حكينا فيها كتير، تحبوا نتكلم فيها تاني عشان اخلي عاطف هو اللي يتكلم برضه؟ طيب الفورفيتنج ده نوع من انواع الفاكتورنج برضه، بس ده بيستخدم للايه؟ لللارج ترانزاكشن وبلارج اماونت، ترانزاكشن لارج اماونت يعني، وبتبقى ميديم او لونج تيرم ايه؟ لينز. حلو كده؟ يبقى الفرق ما بين الكروس برودكت والفورفيتنج ان الفورفيتنج للايه؟ لارج ترانزاكشن وبتبقى ميديم او لونج تيرم ايه؟ لينز. تمام؟ وهنا الفور فيدنج ايه ده بيبقى عباره بيخش بنك بقى هو اللي بيخش في الموضوع ده. ماست اسيس ذا كريدت وورثينس اوف امبورتر، بيقيم الجداره الائتمانيه بتاعت الراجل الامبورتر دوت اللي عليه الفلوس. تمام؟ وفي الغالب بيطلب منه ان يا اما هو يفتح له ليتر اوف كريدت او ليتر اوف جرانتي او بنك جرانتي عشان يضمن، عشان هو خاطر البنك هنا بيتحمل الريسك وبيدفع لك ايه؟ الفلوس بتاعت البضاعه بتاعتك دي. فبيطلب من الراجل الامبورتر ده مقابل الفلوس اللي عليه يا اما يديك بنك جرانتي اللي هو خطاب ضمان اللي هو ال جي ليتر اوف جرانتي او ليتر اوف كريدت. حلو كده؟ حد عايز اي فيدباك في الموضوع ده ولا الدنيا تمام؟ شباب قالب تمام يا مدرسه. طيب اخر حاجه عندنا هنا الانترناشونال تاكس كونسيدريشن. تمام؟ مالتي ناشونال كوبريشن فريكوينتلي درايف انكم فروم سيفرال كونتريز. يعني شركه كوكاكولا ديت بتدرايف الانكم بتاعها من دول قد كده في العالم، صح كده ولا لا؟ The government of each country in which a corporation does business may enact statutes imposed on more types of tax on the corporation. كل دولة شركة كوكولا دي شغالة فيها فيها ضرائب، فيها قوانين للضرائب، صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ صح يا مستر صح. فعشان to avoid double taxation two or more countries may adopt a treaties. ممكن مثلا مصر تعمل اتفاقيه عشان avoid double taxation مع امريكا في موضوع الضرايب ده. to coordinate or synchronize the effect of their taxation القوانين الضريبيه بتاعتها taxation status بتاعتها. تمام؟ فقال لك معظم الدول most countries بتريح دماغها وبالtax only income sourced to the country. to the country يعني مثلا سي احنا عملنا ريفينيو هنا ب 100 مليون دولار، حلو، اتحول لامريكا 10 مليون دولار بس، فهيحطوا هيدفعوا ضرايب على الايه؟ على ال 10 بس. بس امريكا لا بقى يا باشا، امريكا بتقول لك لا ده انا هدفعك على كل الايه؟ تعال لي كده قول لي انت محقق ايرادات بكام وانا هظبط لك الدنيا. فقال لك the US taxes worldwide income from whatever source derived of domestic cooperation. طب وبيتجنب يعني بيحاسبك على الإيراد كله، طب بيتجنب الدبل تاكسيشن ازاي؟ قال لك دبل تاكسيشن از افويد باي الاوينج كريديت فور انكم تاكس بيد، يعني بيحط لك الانكم تاكس بيد ده كريديت بيطرحه لك، او لو في تريتي ما بينه وما بين الدوله الثانيه دي تريتي بروفيجن بايه بيستخدمه. حلو كده؟ تمام لغايه هنا ولا لا؟ تمام. طيب بيقول لك ان ذا كيس، لو في الكيس بقى of foreign cooperation، لو شركة foreign هي اللي شغالة في أمريكا، الـ US taxes only income sourced US، بيحط بيدفعك ناس كويسين والله بيدفعك ضرايب بس على الانكم اللي انت عملته في امريكا، مالوش دعوه بالانكم بتاعك بره. يعني لو البيرنت مثلا في مصر والسبسيدري هو اللي في امريكا. فبيقول لك such income is effectively connected with engaged in trade or business US certain US source income مش عارف ايه الكلام. طبيعي ده طبيعي طبعا. انا لو لو الشركه مصريه وفتح فرع في امريكا ما هيحاسبني على الفرع، على الفرع بس فعلا. تمام. طيب ترانسفير برايسنج
is an important aspect of tax calculation for multinational cooperation that transfer inventories between branches in different countries. حلو؟ طيب يعني يبقى الترانسفير برايسنج ده جزء من الحاجات المهمة لحساب التاكس كالكوليشن للمالتيناشونال كوبريشن. ذات ترانسفير انفنتوريز اللي بتحول المخزون بتاعها بتوين ايه الفروع بتاعتها في الدول المختلفة. حلو؟ طيب قال لك اليو اس تاكس لوز هاف ليميت اون ذا اماونت اوف بروفيت ذات كان بي ترانسفيرد فروم يو اس بيرنت تو فورين سبسيدريز اور برانشز. هما طبعا عارفين ان موضوع الترانسفير برايسنج ده بيحصل فيه لعب. صح ولا لا؟ فبيحاولوا يقللوا الموضوع ده على قد ما يقدروا. فبيقول لك ان نيو اس تاكس لوز بيليميتس الاماونت بتاع البروفيت اللي انت ممكن تحوله فروم يو اس بيرنت للفورين سبسيدري او الفروع بتاعتها. عشان كده الترانسفير برايس تشارج تو فورين سبسيدريز ممكن بيختلف مي او ممكن يختلف substantially from this اللي هو بيحوله للdomestic subsidiaries. تمام؟ تاني حاجة قال لك إيه the existence of تعريف اللي هو التعريفة الجمركية in foreign countries may necessity a lower transfer price to reduce التعريفة الجمارك based on the inventory value. يعني ممكن مثلا أنت في أمريكا عارف المصري فيها جمارك على المواد اللي بتصنع منها كوكاكولا دي 40-50% مثلا. تمام؟ فبتعمل ايه؟ فبتقلل السعر بتاع الترانسفير برايسنج اللي انت بتحول بيه هنا عشان خاطر تقلل الجمارك اللي انت هتدفعها. ماشي؟ بس طبعا بتيجي هنا في مصر يروح يقول لك لا يا باشا تعالى يدخل لك البتاع تقييم وروح مديك ضعف القيمه وملبسك ومدفعك برضه الضرايب الجمارك ما تقلقوش يعني. والافضل سعر السوق بالنسبه للتاكس صح؟ هو كده كده. بص دلوقتي هم عندهم في الجمارك بيبقى عندهم جدول كده بالقيمه بتاعت كل حاجه. حلو؟ وبيقيم لك على اساسها. بس هو انت دلوقتي هو الفكره هنا بيقول لك ايه؟ نفترض ان انت في مصر هنا هدفعك جمارك وضرايب كتير. فالشركه بتحاول تافويد ان هي تدفع الجمارك والضرايب الكتير دي عن طريق ان هو يبعتها لك بسعر قليل. فاهم الفكره؟ بس طبعا الدول ما بتسكتش على حاجه زي كده. فعملوا حاجه كده تقريبا بص زي جدول بقيمه كل حاجه. يعني سي مثلا يقول لك ان الحاجه دي سعرها بيتراوح بين كذا كذا فما بين 5 و10 دولار. ما ينفعش انت تروح تقول لي دي بدولار. صح؟ صح. لما شركه كوكولا هي السورس الاصلي فممكن تقول لهم انا السعر بتاعي قللته. ما هي في بقى حاجات بيعرفوا يظبطوه بقى. يعني عايز اقول لك الحاجات اللي هي ملهاش مصدر تاني ما بيعرفش يلاقي لها قيمه. يعني في حاجات معينه يعني المواد الخام بتاع كوكولا دي ما حدش يعرفها مثلا يعني فمش هيعرف يتكلم. يعني متهيألي هتبقى صعب عليهم ان هم يتكلموا فيها. بس هم بيحاولوا برضو كأي دوله بتحاول تميتيجيت الريسك بتاع الترانسفير برايسنج ده على قد ما تقدر لان الموضوع ده عليه مشاكل كتيره مع دول كتيره في اوروبا كمان. ان في شركات كتير جدا بتحول الارباح بتاعتها ببلاش. يلا الله المستعان. طيب احنا كده خلصنا السبيونت ده فاضل لنا السبيونت الاخير كده خلاص خلصنا. لا خلصنا السبيونت دوت. هل المحاضره خلصت يعني؟ لا لسه تسعه. انا عايز بص يعني تلت ساعه بالظبط. وعند عاطف الساعه 10 ما تكلم على المحاضره اللي جايه الساعه 10 مستر محمد. هو عشان نلحق نخلص المحاضرتين والله. بس اسمعوا كلامي عشان نخلص. بص مش هياخد مننا حاجه. برضه يا مستر عشان باسم عنده امتحان. لا ما باسم اللي بقول لك خليها المحاضره الجايه. انا باسم نفسه. طب هو حد قادر يفهم حاجه زياده يا جماعه يعني؟ معلش هو ايه اللي هتشرحه لنا يا مستر محمد؟ ساعه بس. طب دي حته مهمه دي بقى. الاكوزيشن والميرج ده حاجه مهمه جدا يا مستر محمد. خليك تلحق تجيب البيج ماك يا استاذ محمد كفايه كده. الزمالك اتعادل بس عشان ما يبقاش كم بس يا شباب هنتنافخ المحاضره الجايه كده. بعدين 0-0 يعني الزمالك اتعادل. ما خلي بالكم. طب اقول لكم على حاجه.
هديك وقف التسجيل. طيب وقف التسجيل عطف عشان نتفاهم.